الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله مباراة هامة جدا في إطار الأسبوع أو مؤجلة من الأسبوع الـ11 للنادي الأهلي ما بين النادي الأهلي ونادي مصر المقصة. هذه المباراة ستقام بعد ساعتين من الآن في تمام الساعة 5، سيلتقي النادي الأهلي مع نادي مصر المقصة. زي ما حضراتكم عارفين، واحدة من المباريات الهامة جدا جدا جدا. الفترة اللي فاتت أو خلال الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم إن النادي الأهلي بيبني، وما زلنا بنتكلم إن النادي الأهلي بيبني فريق، وإن الفترة اللي جاية هي فترة صعبة جدا على النادي الأهلي. فاللي عايز أقوله برضو لحضراتكم في إطار هذا الموضوع، إن النادي الأهلي دايما مع البدايات بتكون هناك بعض الأمور اللي بتتصلح في شهر يناير، زي ما سمعتوا من في ملعب الأهلي امبارح واحنا بنتكلم مع حضراتكم. كلمنا وقلنا ان النادي الأهلي دايما بيقود كل الفرق حتى في شهر يناير. امبارح في شهر يناير او خلال ال 25 يوم اللي فاتوا في شهر يناير، النادي الأهلي واحده من الانتقالات الشتويه القويه جدا 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 للنادي الأهلي. فوجئنا يعني او شفنا ان بقيه الأندية كلها الحقيقه برضو راحت لهذا الاتجاه، ان كل الانديه بتدعم فرقها في شهر يناير وبمبالغ طائله وبمبالغ كبيره جدا جدا. دائما ما يقود النادي الاهلي كل الانديه حتى في هذا الموضوع، لان دائما من المعروف ان صفقات شهر يناير ما بتبقاش يعني صفقه اتنين، لان ما بتبقاش اللعيبه اللي متاحه على قد اللعيبه اللي متاحه في شهر او في الصيف في شهر 6. لكن النادي الاهلي السنه دي عمل فترة انتقالات شتوية قوية جدا جدا جدا، وبالتالي كل الأندية عملت زي ما عمل النادي الأهلي. كل الأندية قدرت ان هي ترمم من فرقها، والنادي اللي ناقص له حاجة باك رايت جابه، واللي ناقص له باك ليفت جابه، وبمبالغ كبيرة جدا جدا. لكن يظل دائما النادي الأهلي ما يقود كل الفرق حتى في فترات الانتقالات. النادي الأهلي في الصيف اللي فات ما عملش فترات انتقالات قوية جدا، لأنه كان القائمة الأفريقية هي الشيء الأساسي اللي بيشتغل عليه النادي الأهلي. في شهر يناير السنة دي الأمور اختلفت تماما، وعندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين جم النادي الأهلي وفق احتياجات الفريق. حسين الشحات، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي في وسط الملعب، محمود وحيد ناحية الشمال، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا موجودين. وطبعا رمضان صبحي الحقيقة اللي من الواضح ان هو عامل شغل جامد جدا في الماتشين اللي فاتوا، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري في مباراه سموحه. ايضا جيرالدو هذا اللاعب الافريقي الرائع الحقيقه، اللي برضه هيفرق كتير جدا في القائمه المحليه خلال الفتره القادمه. الناس كلها شغاله وشغاله بشكل كويس. عايزين بس حضراتكم دايما تقفوا ورا الفريق. لو تاخدوا بالكم ان دايما الرساله بتاعتي بتقول لكم، او رساله قناه الاهلي، مش الرساله بتاعتي، رساله قناه الاهلي بتقول لكم دايما خليكوا ورا فريق النادي الاهلي، ما تشغلوش بالكم بحاجات تانية، خليكوا دايما خلف الفريق، خليكوا دايما مساندين للفريق. النهارده تحديدا عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه، مباراه صعبه، لان فريق مصر المقصه من الفرق القويه والصعبه، وعندهم مدير فني واعي ومدير فني خبره في كره القدم المصريه بقاله فترات طويله جدا. الكابتن طلعت يوسف عمل فتره انتقالات شتويه جيده جدا حتى الان، جاب 2-3 لعيبه، لكن الحقيقه فارقين معاه جدا، على الرغم من ان مشي منه مثلا واحد زي ايريك تراوري راح بيراميدز، ولكنه قدر ان هو يجيب واحد زي شمال سبيكلي، واحد من اللاعبين الهايلين الحقيقه اللي ماشي بشكل جيد. اول مباراه ليه شمال سبيكلي مع نادي مصر المقصه قدر يحرز هدفين، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، ولكن ده قدر النادي الاهلي وده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان هم دايما بيبقوا موجودين في مثل هذه المباريات الصعبه، ولازم نشوفهم في مثل هذه المباريات الصعبه. الفتره اللي جايه لا تقبل القسمه على اثنين، بمعنى ان النقطه هتفرق، النقطه هتفرق في كل شيء. مفيش حد هيقبل خلال الفتره اللي جايه ان النادي الاهلي يخسر. طبعا دي كره قدم، وفي النهايه ممكن اي شيء يحصل، ولكن كل واحد من اللعيبه الـ11 اللي هيلعبوا في بدايه المباراه والمجموعه اللي موجوده لازم يبذلوا كل مجهود عليهم، لانه وبعد كده التوفيق بتاع ربنا. في النهايه اهم حاجه ان انت تبذل مجهود كويس جدا عشان تقدر تكسب، وربنا دايما بيقف مع اللي بيبذل مجهود. عشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ان خدوا بالكم، واحنا مش عايزين حضراتكم تلتفتوا لاي حاجه تانية، احنا عايزين حضراتكم دايما خلف الفريق، خلف الفريق، خلف مجلس الاداره، خلف
الجمعيه العموميه في النادي، كل الناس اللي موجوده تقف بهدف واحد فقط، وهو كيف يفوز النادي الاهلي في المباريات القادمه في الدوري العام المصري. على الاقل دلوقتي احنا بنتكلم على الدوري العام، لما نيجي البطوله الافريقيه هنتكلم على البطوله الافريقيه، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الدوري العام المصري. المباريات القادمه زي ما قلت لكم لا تقبل القسمه على اثنين. النهارده لازم برضو اتكلم في اطار حاجه حصلت وهي بعيدا عن الكره شويه، لكن مهمه جدا 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 لكل جماهير النادي الاهلي. في خلال الفترة القادمة بطولتين مهمين جدا جدا سيتم توقيعهم، أو تم بالفعل توقيع العقود ما بين، أو الأهلي يوقع عقود بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة. وقع النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس عقود استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة سيدات ورجال خلال شهري مارس وإبريل المقبلين. تم توقيع عقود استضافة البطولتين في حضور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرجال، ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة السيدات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، ودكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وجون كلود موتيبا نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد، والمهندس خالد نصيف سليم ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وهناء حمزة أيضا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبد الدام المدير التنفيذي للاتحاد. وزي ما حضراتكم عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد قرر تكليف محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة الكرة لكرة الطائرة سيدات، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل. أيضا تم تكليف مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة الرجال التي تبدأ فعالياتها يوم 30 مارس وتستمر حتى يوم 10 إبريل المقبل. الحقيقة شيء مهم جدا أن احنا نتكلم في مثل هذا الموضوع، لأنه خلال هذه الفترة الدولة كلها بتتجه ل، أو مصر كلها بتتجه لأن هي كيف تنظم بطولات أفريقية وبطولات قارية وبطولات عالمية. ليه؟ علشان الناس تعرف قد ايه احنا ماشيين بشكل كويس، عشان الناس تعرف قد ايه ان الفتره اللي فاتت عدت خلاص، الفتره اللي جايه هي فتره تنظيم البطولات، وقد ايه ان احنا عندنا تنظيم في كل شيء وامن جيد وكل شيء جيد في مصر حتى هذه اللحظه. النادي الاهلي طبعا بما انه النادي الاكبر في مصر، وبما انه النادي اللي دايما بيحافظ على اسم هذا البلد زيه زي بقيه الانديه، ولكن النادي الاهلي هو الرائد في هذا الموضوع. النادي الاهلي كل سنة دايما بيسعى ان هو يعمل بطولتين او ثلاثة على ملاعبه، على ملاعب النادي الاهلي. النهاردة الحقيقة تم توقيع عقود بطولتي افريقيا لكرة القدم لكرة الطائرة سيدات ورجال، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق للجنة المنظمة، لانه الحقيقة ده مش جديد على الاهلي. دايما الاهلي كل الاجيال بتسلم بعض، كل الأجيال بتسلم بعض، وفي النهاية يظل دائما النادي الأهلي هو فوق الجميع. فأنا سمير مفيش أوفر كده اتعمل عملته قبل كده ولا حاجة، دايما كده جايب ماشي مفيش مشكلة. خلينا نتكلم عن مباراة اليوم وأهمية هذه المباراة. زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة هامة جدا، الكل يسعى إلى الثلاث نقاط، ثلاث نقاط هتبقى هامة جدا 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 في طريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة للعودة لصدارة الدوري العام كالعادة. الحقيقة النهاردة في ثلاث مباريات دلوقتي، مباراة بتروجيت والنادي الإسماعيلي، وحتى الآن النادي الإسماعيلي متقدم على نادي بتروجيت 1-0. قبل ما أخش يعني مع حضراتكم، معرفش هل قولوا لي يا شباب لو الإسماعيلي جاب جون تاني ولا بتروجيت أحرز التعادل ولا الدنيا ماشية إزاي، لكن لغاية قبل ما أخش لحضراتكم كان النادي الإسماعيلي متفوق على نادي بتروجيت بهدف شيلونجو أحرزه للنادي الإسماعيلي في بداية الشوط الأول. ولسه بقى بقية المباراة هنقول لحضراتكم وهنتابع مع حضراتكم كل النتائج. النهاردة أيضا الساعة 5 هتكون مباراة نادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، حتى هذه اللحظة متقدم بهدف مقابل شيء ضد نادي بتروجيت، الحقيقه اللي بيمر بفتره صعبه جدا مع قبل كده طارق يحيى وكابتن طارق يحيى، وبعد كده وجود الكابتن مؤمن سليمان. الاسماعيلي ايضا بيمر بظروف صعبه، ولكن ان شاء الله النادي الاسماعيلي يعدي هذه الظروف، لانه زي ما قلت لكم دايما هقول ودايما بكرر هذا الكلام ان النادي الاسماعيلي واحد من اهم الانديه اللي موجوده في مصر خلال الفتره اللي فاتت، ودايما وجوده بيحلي
كرة القدم في مصر. فنتمنى عودة النادي الإسماعيلي مرة أخرى عشان المنافسة كده تسخن وتبقى حلوة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. عايز برضو أقول لحضراتكم أن النهاردة المباراة الثانية مباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقصة. إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز على مصر المقصة ويتقدم خطوة إلى الأمام في العودة مرة أخرى لصدارة الدوري المصري الممتاز. مباراة أخرى في تمام الساعة الثامنة هتكون نادي الزمالك ونادي بيراميدز، أو نادي بيراميدز ونادي الزمالك. هذه المباراة أيضا ما بين متصدر الترتيب النادي الزمالك وبيراميدز تاني الترتيب لحين انتهاء مؤجلات النادي الأهلي ولحين انتهاء بقية كل المنافسات. النهاردة برضو مباراة هامة جدا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دي، المباراة اللي هتتلعب النهاردة مباراة هامة جدا أيضا للزمالك وبيراميدز. وبرضو عايز أقول لحضراتكم برضو مرة أخرى هقول لكم هذا الكلام، إن احنا دايما كأهلوية طبعا يهمنا نتائج الزمالك ويهمنا نتائج بيراميدز، ده طبيعي جدا يا جماعة. ما فيش منافس يتمنى إن الفريق المنافس ليه أو الفرق المنافسة ليه تكسب، لا. لكن مفيش حد بيروح يشجع، مفيش حد بيروح يقول يعني يقعد مع الزمالك مثلا مع الزمالكاوي يقول لهم انا في الاستاد ويقول لهم انا هشجع الزمالك عشان خاطر يكسب، مفيش حد بيعمل كده الحقيقه. فعشان كده اللي انا بقوله لحضراتكم هنتمنى هنستنى النتيجه وهنشوف النتيجه ايه والنتيجه هتبقى مؤثره، لان ده طبيعي جدا 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 ان احنا او الاهلاويه يستنوا نتائج الزمالك ويستنوا نتائج بيراميدز ويستنوا نتائج الاسماعيلي ويستنوا نتائج الفرق الاخرى زي ما كل الفرق دي بتستنى نتائج النادي الاهلي. ده شيء طبيعي جدا على فكره وبيحصل في العالم كله، في العالم كله. لكن مفيش اهلاوي بيروح يساند الزمالك مثلا عشان يكسب بيراميدز، مفيش اهلاوي هيروح يساند بيراميدز عشان يكسب الزمالك مثلا، يعني ده واحنا بنتكلم عن هذا الموضوع. طيب برضو عايز اقول لحضراتكم النهارده عندي ثلاثه من النجوم الكبار الحقيقه، النجم الكبير الكابتن ماهر همام والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن احمد بلال هيكونوا معايا في الجزء الاخير من هذا من هذه الفقره. وبعد كده طبعا هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي ونادي مصر المقصه وفكر كل مدرب في هذه المباراه. ايضا هيكون عندي واحد من نجوم التحليل في التحكيم، نجم الكبير الكابتن سمير عثمان هيكون معانا في الفقرات القادمة أو في الفقرة القادمة، هنتكلم معايا عن طاقم التحكيم لهذه المباراة، وأيضا هنتكلم عن طاقم التحكيم في مباراة الإسماعيلي وبتروجيت ومباراة بيراميدز والزمالك بما أنه هيكون حكم إيطالي. هنتكلم عن كل هذه الأمور. وبالتالي خلينا بقى نرجع برضو للمباراة مرة أخرى، مباراة الأهلي والمقصة، ونروح نشوف كريم أحمد مراسلنا هيقول لنا ايه عن هذه المباراه. اتفضل يا كريم. ليك يا كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي وايضا قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده وبطوله جديده من بطوله افريقيا لبطوله الدوري العام، احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال11، مصر المقصه والنادي الاهلي المصري على استاد برج العرب في تمام الساعه الخامسه مساء. مباراه غايه في الاهميه، مباراه تكون قويه لفريق النادي الاهلي وايضا كمان لفريق مصر المقصه. لو بنتكلم على مصر المقصه كابتن طلعت يوسف المدير الفني اللي اكيد بيتميز بالتكتيك داخل الملعب، هتكون مباراة مغلقة تكتيكية محتاجة مجهود كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي وأيضا الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي اللي بالفعل يمكن عقب العودة من الجزائر مباشرة اشتغل بشكل كبير الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التمركزات لخط الدفاع، أيضا كمان وجبات هجومية النهاردة بالتأكيد هيكون ليها دور مع فريق النادي الأهلي، سواء بناء الهجمة من الخلف اللعب على الأطراف الضغط في الثلث الهجومي الأمامي. عندنا طبعا أزمة عدم وجود فرود صريح، دي يمكن بتسبب بعض الأمور الفنية للجهاز الفني، لكن خلاص يمكن النادي الاهلي بقوام 21 لاعب في قائمه هذه المباراه. لو بنذكرهم سريعا معاك يا كابتن اسلام، شريف اكرامي في حراسه المرمى، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، صالح جمعه، جونيور اجاييه، ناصر ماهر، الشحات، حمودي، ميدو جابر، محمد شريف، حمدي فتحي، ورمضان صبحي، وعمر السليه، كريم ندبد، واسلام محارب، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، واحمد علاء. بيدخل يمكن اثنين من العناصر ان شاء الله بنتمنى يكونوا مميزين في هذه المباراه وايضا كمان باذن الله يكون ليهم دور سواء
سواء في هذه المباراة أو أيضا خلال المباريات القادمة. لو بتكلم على سعد سمير وصالح جمعة بالتحديد، يمكن صالح جمعة هي أولى المباريات اللي بيدخل فيها قائمة فريق النادي الأهلي بعد عودته من رحلة الاحتراف، وأيضا كمان سعد سمير اللي إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز خلال المرحلة القادمة. عندنا غيابات كثيرة كابتن إسلام، عدد كبير جدا لو بنقولهم، يمكن فريق ويمكن فريق يمكن مميز جدا، ولعيبة أساسيين، لعيبة بيظهروا بشكل مميز ويصنعوا الفارق مع فريق النادي الأهلي. وليد سليمان، وليد أزارو، أحمد فتحي، جيرالدو، هشام محمد، أحمد الشيخ، حسام عاشور، مروان محسن، ومحمد نجيب، وأيضا أخيرا محمد محمود اللي أكيد بنتمنى له الشفاء إن شاء الله خلال المرحلة القادمة. يمكن بالفعل محمد محمود عملية الصليبي نجحت بشكل كبير في ألمانيا، إن شاء الله بإذن الله يعود خلال الشهور القادمة أحسن من الأول، منتظرينه وكل الدعم ليه من جمهور النادي الأهلي. بينضم لل 11 لاعب اللي إحنا ذكرناهم في الغيابات، وهو أيمن أشرف الحاصل على 3 إنذارات. بالتأكيد النهاردة كمان هيكون غياب أيمن أشرف عن خط الظهر. كمان يمكن لو بنتكلم على التشكيلة كابتن إسلام، المتوقع اللي إحنا بنحاول بشكل كبير إن إحنا نشوفه في التدريبات، وخاصة التدريب الاخير اللي قاده مستر مارتن الاسارتي امس في تمام الساعه 11 على استاد مختار التتش. يعني لو نقدر نقول الشناوي في خط في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال كريم ندبد، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول في المنتصف، عمرو السوليه، وحمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، وناصر ماهر، وجونيور اجيه. لو في تغيير هيكون تغيير في المراكز داخل الملعب، او ممكن يكون تغيير بسيط يا كابتن اسلام نظرا لعدم وجود وفر من اللاعبين في منتصف الملعب وفي خط الهجوم. اجا يمكن زي ما تابعناه وشفناه في مباراه شبيبه الثوره الجزائري كان ليه تاثير مميز جدا، ويمكن مجرد نزوله الى ارضيه الملعب كان عامل شكل كبير، وادى يمكن السرو اللي هو عمله كريم ندبد كان موفق جدا، وواضح ان يمكن اجاي جاهز بشكل كبير ان شاء الله لخوض مباريات سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. لحظات بسيطه ويمكن هتنتهي محاضره فريق النادي الاهلي الاخيره هنا في فندق الاقامه، لاكيد مستر مارتن بيتكلم عليها بشكل كبير، على التحفيز، على التركيز، وايضا غلق مباراه البطوله الافريقيه والتركيز بشكل كبير في بطوله الدوري العام. النهارده ان شاء الله في حاله الفوز النادي الاهلي يصعد أكثر من مركز النادي الأهلي، مركز بشكل كبير جدا في مباريات الدوري العام. عندنا ظروف عديدة كابتن إسلام، لكن إن شاء الله بإذن الله كل الظروف دي النهاردة بإذن الله تطبق في الملعب بمجهود وإصرار وجدية وعزيمة لفريق النادي الأهلي، وأيضا كمان مستر مارتن والجهاز الفني يكونوا موفقين في اختيار التشكيل اللي بإذن الله يعود النادي الأهلي هنا من الإسكندرية بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار بطولة الدوري العام. وكالعادة كابتن إسلام من خلالك ومن خلال شاشة قناة النادي الأهلي هنكون متواجدين معاكم وننقل معاكم كل كواليس وأخبار فريق النادي الأهلي هنا في فندق الإقامة وأيضا كمان في ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن إسلام. شكرا جزيلا يا كريم، وطبعا لما يجي لك التشكيل عايزينك تقول لنا على طول. تشكيل الأهلي هو تشكيل متوقع للنادي الأهلي حتى الآن، لم ينظر التشكيل الرسمي أو لم يخرج التشكيل الرسمي حتى الآن إلى القناة. اللي عايز أقوله لحضراتكم زي ما كريم كان بيتكلم إن دايما عفوا فريق مصر المقاصة من الفرق اللي بتلعب دايما في نص ملعبها وبتعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كبير جدا جدا. الكابتن طلعت هو عنده طريقة لعب، هو عنده اسلوب لعب اللي هو دايما بيقفل لغاية نص ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتدة، وبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز كامل من المدافعين اللي متواجدين في النادي الاهلي، يجب ان يكون هناك تركيز كامل من كل اللاعبين اللي متواجدين في ارض الملعب، لان المباراة بتلعب على الحاجات الصغيرة دي. الحاجات الصغيره دي ازاي توقف الهجمه المرتده، ازاي توقف شميلس بيكلي لو لعب من اول المباراه. طبعا ما فيش حاجه اسمها مان تو مان، مان تو مان ده اتلغى من زمان جدا، لكن شميلس بيكلي ده لما يروح ناحيه اليمين مين اللي هيمسكه، لما يروح ناحيه الشمال مين اللي هيمسكه، يبقى قريب منه مين. طبعا ده كلام بيبقى موجود في دماغ كل اللعيبه، ولكن في نفس الوقت اللعيبه هنا في النادي الاهلي او دائما في النادي الاهلي لما بتيجي تفكر بتفكر ازاي همسك شميلس بيكلي، ولكن ازاي هجيب جون، ازاي هروح اهاجم، ازاي هلعب على العمق الهجومي اللي هيكون موجود ان شاء الله متواجد النهارده لو اجاييه بدا من اول المباراه، لان وجود اجاييه من اول المباراه هيفرق كتير جدا جدا. احنا اتكلمنا مع حضراتكم خلال المباراه السابقه على العمق الهجومي، ان احنا دايما الباكات اللي ورا، الناس كتيره كانت بتسالني تقول لي هو ليه النادي الاهلي كل ما بيمسك كوره بيرجعها لورا، وقلت لحضراتكم او اجابه السؤال ده تبقى واضحه جدا، ان احنا اي باك بيلعب او واحد بيلعب في وسط الملعب لما بيتزنق دايما بيحاول يبص على الراس حربه. فالمباريات اللي فاتت ما كانش عندنا الراس حربه او ما كانش عندنا العمق الهجومي اللي بيخلينا نشوف الراس حربه او يبقى قريب مننا، كان دايما وليد سليمان بينزل لتحت فبيبقى قريب من لاعب خط الوسط اللي كان موجود معاه الكوره، وبالتالي لاعب خط الوسط بيعمل ايه، بيلف كده وبيرجعها لورا عشان تبقى الرؤيه اوضح، لان العمق الهجومي ما كانش موجود. فان شاء الله النهارده يبقى اجاييه لو بدا المباراه هيبقى في عمق هجومي للنادي الاهلي، حتى لو اجاييه مش فت 100% من الناحيه البدنيه،
بتكلم من الناحيه البدنيه، ولكن مجرد ان هو يبقى واقف وتتلعب له الكره ومحطه يقف عليها ويتحرك من على يمينه وعلى شماله القادمون من الخلف، اعتقد هتبقى مباراه ان شاء الله ممتعه لجمهور النادي الاهلي. وثلاث نقاط او ثلاث نقاط هامه جدا 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 في عوده نادي الاهلي الى المنافسه على صداره الدوري العام. خلينا بقى نروح نشوف جرافيك المباراه النهارده وعندنا ايه النهارده في مباراه اليوم. اتفضل يا سمير. مباراه اليوم النهارده 24 يناير، مباراه النادي الاهلي ضد مصر المقاصه مؤجله من الاسبوع ال11. تاريخ المواجهة المصري المقاصة مع النادي الأهلي، النادي الأهلي لعب 14 مباراة أو لعبوا الفريقين 14 مباراة، فوز النادي الأهلي فاز في 9، تعادل في 3 مباريات، هزم في مباراتين، له من الأهداف 25 هدف عليه 13 هدف. أول وآخر مباراة ما بين النادي الأهلي ومصر المقاصة في الدوري العام، أول مباراة بين الفريقين كانت يوم 22 يناير 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. أما آخر المباريات كانت 21 يناير 2018 وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد. يعني دايما بنلعب في يناير. أحرز أول أهداف أو أول هدف لنادي الأهلي النجم الكبير محمد أبو تريكة، أحرز آخر هدف للنادي الأهلي النجم الكبير وليد سليمان. أول هدف لمصر المقاصة سامح العيدروس أحرزه، وآخر هدف جون أنتوي المنتقل من النادي الأهلي. أكبر فوز للنادي الأهلي على مصر المقاصة 4-1 مرة واحدة، 3-0 ثلاث مرات. أما هدافه الأهلي ومصر المقاصة في مباراة الأهلي ومصر المقاصة عبد الله سعيد 14 هدف أو 4 أهداف أنا آسف. أما أحمد عبد الظاهر 3 أهداف، جونيور أجاييه هدفين، ووليد سليمان هدفين، ورمضان صبحي هدفين، ومحمد ابو تريكه وزي ما حضراتكم شايفين محمد ابو تريكه وعمرو جمال. اما من مصر المقاصه جون انتوي 3 اهداف وفؤاد سلامه هدفين. قائمه النادي الاهلي النهارده ال 21 لاعب، وبعد القائمه دي هقول لكم ال 18 اللي متواجدين ومين اللي خرج منها. حراسه المرمى شريف اكرام، الشناوي علي لطفي، اما خط الدفاع علي معلول وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير واحمد علاء ومحمد هاني وكريم ندفد. اما خط وسط النادي الاهلي عمرو السليه وحمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمد شريف، احمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات، ناصر ماهر، اسلام محارب، صالح جمعه. اما خط الهجوم العمق الهجومي النهارده جونيور اجاي، طبعا المدير الفني للنادي الاهلي مارتن لاسارتي. خلينا اقول لحضراتكم قائمه النادي الاهلي قبل بس ما اقول قائمه فريق مصر المقاصه، هقول قائمه النادي الاهلي ال 18 لاعب. ال 18 لاعب شريف اكرامي ومحمد الشناوي موجودين ان شاء الله في النادي الاهلي. خط الدفاع علي وعلي معلول وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير واحمد علاء ومحمد هاني، دي القائمه. طيب خلينا بقى ناخد قائمه مصر المقاصه. قائمة فريق مصر المقاصة حراسة المرمى أحمد عادل، محمود حمدي ومحمد كوكو، أما خط الدفاع أحمد مودي وطه عادل ومحمود دسوقي وعصام صبحي وشريف حازم ومحمد دبش. خط الوسط صلاح ريكو ومحمد توني وأسامة جلال وأحمد محسن وحسام عبد الواحد وشميل سبيكلي ومروان حمدي وصلاح عاشور وعاصم سعيد وهاني سعيد ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان وليد عادل نصر رمضان باولوم فوافي، واحد من افضل اللاعبين في مصر المقاصه. اما خط الهجوم جون انتوي ورجب عمران وطبعا المدير الفني كابتن طلعت يوسف. قائمه الهدافين حتى الان حسام باولو، بس حسام يا جماعه 10 اهداف مش 9 اهداف. حسام باولو 10 اهداف داخليه وبهدف امبارح، محمود علاء 9 اهداف. الجول ما تسجلش باسمه، امال تسجل باسم مين؟ يعني هو دلوقتي 9 اهداف. طيب يبقى اذا 9 اهداف ما زال حسام باولو 9 اهداف حتى هذه اللحظه، لان الهدف اللي احرزه حسام باولو امبارح لم يحتسب له في مباراه الداخليه والانتاج الحربي. محمود علاء 9 اهداف الزمالك، محمود كهربا الزمالك 9 اهداف، احمد علي كامل 9 اهداف المقاولين العرب، شميل سبيكلي مصر المقاصه 9 اهداف، جون انتوي 7 اهداف. النهارده عندنا 2 من الفريق اللي هيلعبوا النادي الاهلي من الهدافين سواء شميل سبيكلي او جون انتوي. اوباما عنده من الزمالك 7 اهداف، ابراهيم نداي من وادي دجله 7 اهداف، صلاح امين من النجوم 7 اهداف،
ومحمد رجب ربنا يرجعه بالسلامة من الإنتاج الحربي 6 أهداف. طيب جدول ترتيب الدوري العام المصري في الصدارة نادي الزمالك لعب 16 مباراة لو من النقاط 41 نقطة. بيراميدز في المركز الثاني لعب 19 مباراة وله 38 نقطة. مصر المقاصة في المركز الثالث من 18 مباراة وله 30 نقطة. الإنتاج الحربي في المركز الرابع وله 27 نقطة من 14 مباراة. الأهلي في المركز الخامس من 19 مباراة وله 27 نقطة. المقاولين في المركز السادس من 19 مباراة وله 27 نقطة. طلائع الجيش في المركز السابع لعب 20 مباراة وله 24 نقطة. سموحة في المركز الثامن لو لعب 19 مباراة وله 24 نقطة. حرس الحدود في المركز التاسع لعب 19 مباراة وله 23 نقطة. الجونة في المركز العاشر لعب 20 مباراة وله 21 نقطة. الداخلية في المركز 11 لعب 19 مباراة وله 20 نقطة. النجوم في المركز 12 لعب 19 مباراة وله 20 نقطة. ام بي في المركز 13 لعب 19 مباراة وله 20 نقطة. وادي دجلة في المركز 14 لعب 18 مباراة وله 19 نقطة. الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ولهم 19 نقطة في المركز 15 و16 من 17 مباراة. الإسماعيلي في المركز 17 وله 17 نقطة من 15 مباراة. بتروجيت في المركز الأخير من 18 مباراة وله 15 نقطة. طيب خلينا نروح نشوف أخبار النادي الأهلي في الجرايد المصرية. من الأهرام الأهلي أمام المقصة القلب في برج العرب والعين على بتروسبورت. يقصد طبعا في الأهرام مباراة بيراميدز والزمالك. أما في الأخبار اليوم الأهلي والمقصة في حوار مثير. لاسارتي يجهز حمدي فتحي وصالح ويوسف يناور بورقتي أنتوي وبيكلي. الأهلي يصارع طموح المقصة والأحمر يسعى لمواصلة الزحف نحو القمة ومزاحمة الأبيض. ده في الأخبار المساء. أما في جريدة المساء الأهلي والمقصة مواجهة على المركز الثالث. لاسارتي يلعب تحت شعار لا بديل عن الفوز وطلعت يوسف طمعان في الانتصار للحفاظ على مكانه في ترتيب الدوري. أما من جريدة الجمهورية ضرب نار بين الأربعة الكبار. حلو جدا طبعا الأهلي في عرض المقصة والزمالك يسعى لتسلق البيراميدز. حلو بصراحة الجمهورية برضو عنوان حلو. الأهلي يواجه المقصة في المهمة الصعبة للزحف نحو القمة. لاسارتي يتحدى غول الإصابات والصفقات الجديدة تواصل الظهور ويوسف يتسلح بمثلث الرعب الأجنبي. ده في اليوم السابع. أما في المصري اليوم الأهلي يصطدم بطموحات المقصة في الدوري. ولاسارتي يحذر من خطورة فوافي وأنتوي وطلعت يتعهد بخطف النقاط الثلاث. أما عن الوفد صراع تكتيكي بين لاسارتي وطلعت والأهلي يتحفز لعبور المقصة في صدام مثير ببرج العرب. أما في الشروق في مؤجلات الدوري العام الأهلي يصطدم بالمقصة في طريقه لتحقيق المركز الثالث. لاسارتي يعتمد على أجايه في الهجوم. حمدي فتحي ينتظر الظهور الأول وطلعت يوسف يتسلح بالثلاثي الأجنبي. من الواضح أن هناك إجماع على الثلاثي الأجنبي لنادي مصر المقصة. الدستور الأهلي يلتقي المقصة ويقيد ربيعة وجمال ويعير مؤمن زكريا. أما روزل يوسف للكبار فقط. الزمالك يتسلح بالجمهور أمام صفقات بيراميدز والأهلي في مهمة صعبة أمام المقص. طيب دي كانت أخبار الصحف والجرائد المصرية وماذا قالت. مهم جدا أن احنا نوري حضراتكم إيه اللي بيحصل في الصحف المصرية. النهارده زي ما قلت لحضراتكم عندي واحد من الحكام الكبار الكابتن سمير عثمان. هتكلم معاه عن طاقم التحكيم في مباراه اليوم ما بين النادي الاهلي ونادي مصر المقصه. وبرضه هتكلم معاه
عن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة نادي بيراميدز والزمالك. هنطلع فاصل أو تقرير، هنتفرج على تقرير عن توقعات جمهور النادي الأهلي لمباراة اليوم. من سيفوز؟ هل الأهلي سيفوز ويكمل مشواره أو تبقى خطوة في عودته للصدارة مرة أخرى، أم المقصة سيوقف النادي الأهلي أو سيوقف انتصارات النادي الأهلي الأخيرة؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. وبعد هذا التقرير هستقبل النجم الكبير كابتن سمير عثمان. يعني كلنا متوقعين بإذن الله هيلعب لعبة ممتاز، وبإذن الله يعني مش هنخسر وهنكسب بإذن الله. وحتى لو ما يعني ما حققناش اللي احنا عايزينه في الأول، أنا متوقع 100% إن حتى في الشوط الثاني احنا هنكسب النهارده 2-1 وبإذن الله، وده اللي هيحصل النهارده بإذن الله. الأهلي هيعمل ماتش كبير، أنا زملكاوي بس الأهلي كان ليه إخفاقات يعني الفترة اللي فاتت، بس إن شاء الله الأهلي ماشي على التراك الصح يعني بعد لما جه لسارتي فماشي على التراك الصح بإذن الله. الأهلي بإذن الله النهارده هيفوز 2-0 بإذن الله. الأهلي هيكسب وهيرجع تاني لمكانته الطبيعية طبعا. احنا طبعا عندنا هجوم دلوقتي كويس جدا، ويعني وان شاء الله ربنا يكرم المدرب الجديد وفكره كويس يعني، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله باذن الله 3-1 الاهلي. انا صراحه اتمنى لهم الفوز 1-0 2-1 2-0 مباراه قويه ان شاء الله. الاهلي هيبقى ان شاء الله كويس، وان شاء الله نشوف منه كوره جميله ان شاء الله. يعني ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله والدوري ليه، الدوري ليه اكيد يعني، دي ثقه عن جماهير الاهلي يعني. باذن الله ان الاهلي يكسب 3-1، لان احنا معانا حسين الشحات ورمضان صبح الحمد لله برضو، فتوقعاتها هتبقى حلوه باذن الله. هتبقى مباراه قويه، لازم الاهلي ياخد 3 بونت عشان الزمالك وبيراميدز ما يبقاش الفرق كتير، وان شاء الله نقدم مستوى كويس. ان شاء الله المباراه هتبقى قويه جدا، ان الاهلي بدا ياخد خطوات متقدمه عن مشكلته كانت الدفاع، وبدا يسيطر على الدفاع، ووجود حسين الشحات دلوقتي ورمضان صبحي وازارو ده برضه هيدي دفع الاهلي، واحتمال كبير الاهلي يفوز في الماتش ان شاء الله. ماتش قوي جدا جدا بالنسبه لظروف الاهلي يعني الايام دي، نقص في الدفاع ونقص هنا. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ان شاء الله. هو صعبه شويه بس ان شاء الله الاهلي يكسب 3-1 ان شاء الله. توقعات ان شاء الله 2-1.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم او في الجزء الخاص بالتحليل في حلقه تحليل الحكام في حلقه اليوم. النجم الكبير كابتن سمير عثمان. ازيك كابتننا؟ مشرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن اسلام، وتشرفت بدعوه حضرتك النهارده للتحليل باذن الله. ده شرف لينا كابتن. الله يخليك كابتن سمير. خلينا ندخل على المباراه. يعني انت طبعا تابعت شويه من مباراه البتروجيت والاسماعيلي ولا لا؟ يعني وانا جاي في سكه حاجات كده. طيب يبقى نتكلم عن مباراه الاهلي والمقصه وثلاث حكام رئيسيين، الكابتن محمود عاشور حكما للساحه، والكابتن احمد توفيق طلب مساعد اول، والكابتن يوسف البساطي مساعد ثاني، وكابتن محمود رشدي حكم رابع، والكابتن محمد حسن والكابتن أسامة إسماعيل حكم خامس. إيه رأيك في هذا الطاقم؟ هو بداية طبعا طاقم موفق لمباراة زي دي، عشان مباراة مقصة والأهلي والأهلي والمقصة مباراة صعبة جدا. نعم. فنيا في الملعب صعب جدا التكهن بنتيجتها. المستوى الفني بتاع الفرقتين خلال السبع ثمان سنوات السابقه بتبقى على طول بتدل مباراه قويه، وكان اختيار جيد انه يحطوا محمود عاشور النهارده. محمود عاشور حكم دولي طبعا، ومعاه احمد توفيق طلب. دي المباراه الخامسه لطلب والمباراه العاشره ليوسف البساطي، واهم بقى من كده برده معاهم الحكمين الاضافيين مهمين، يعني محمد حسن اللي هو الحكم الاضافي رقم واحد، ده ترتيبه على مستوى العالم من افضل خمس حكام على العالم على العالم في الكره الخماسيه بناء على استفتاء للفيفا في 2018. نعم. ومعاه برضو حكم الاضافي الاخر اسامه اسماعيل، والحكم محمود رشدي الحكم الرابع يوفقهم ربنا النهارده باذن الله. محمود عاشور طبعا دي المباراه الثامنه ليه في ادى خلال مسيره الدوري السنه دي اربع كروت حمراء، من ضمنهم كارتين في مباراه واحده اللي هي كانت مباراه الاتحاد والزمالك، وفي كارتين احمر تاني في بدايه الدور الاولاني. المباراة الثامنة ليه النهارده ربنا يوفقه ان شاء الله. نعم. ادى حوالي 24 كارت وثلاث ركلات جزاء في خلال مسيرته في الدوري السنه دي. يعني انت حضرتك شايف ان هو كابتن محمود عاشور وطاقم التحكيم يقدر ان هو يقود مثل هذه المباراه؟ بص يا كابتن، لعبت الاول مباراه مصر لعبت كتير والأهلي. لعبت مباريات كتير المقصة والاهلي، وبصراحه كان المستوى الفني بتاعها عالي جدا وصعب تبقى جدا. صعبة. طبعا المستوى في مباريات يا كابتن المقصة ملهاش جماهيريه. نعم. بس ليها حاجه ثانيه، المستوى الفني بتاعها عالي زي مباريات الاهلي وام بي، الاهلي والمقصة دي المباريات ما فيهاش جماهيريه عاليه من الفرق الاخرى، بس المستوى الفني بتاع اللعيبه بيبقى عالي، فده بيدي برضو حماس للحكم واهتمام للحكم اثناء ادارته للمباراه، وربنا يوفقه النهارده. عاشور برضو يمتاز برضو ايه بالهدوء، بس الهدوء الزياده شويه، وفي بعض المباريات الحكم بيبقى محتاج يبقى هادي. تمام. قبل بس ما نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، هنحط لحضراتكم جدول ترتيب الدوري العام المصري، لان نادي الاهلي الحقيقه لعب 14 مباراه مش 19 مباراه زي ما كان مكتوب عندنا. معلش كده خطا حصل. زي ما امام حضراتكم الزمالك في المركز الاول من 16 مباراه عنده 41 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني من 19 مباراه عنده 38 نقطه، مصر المقاصه في المركز الثالث من 18 مباراه عنده 30 نقطه، الانتاج الحربي في المركز الرابع من 20 مباراه عنده 27 نقطه، نادي الاهلي في المركز الخامس من 14 مباراه. اعذرونا معلش دي غلطه من عندنا، دي كانت غلطه واحنا عدلناها. ونرجع تاني بقى للكابتن سمير عثمان. تعالى يا سمير. كابتن سمير، يعني كابتن محمود عاشور مش عارف اقولها لك ازاي، يعني ممكن نقولها بينا وبين بعض بره، لكن كده انا هقول لك. كابتن محمود عاشور الناس عارفه طبعا. هو لعب قبل كده للنادي الاهلي وقبل كده لعب للنادي الزمالك. نعم. طالما ان هو خلاص حكم بينسى بقى انتماءاته او الفرق اللي لعب بيها، لان هو في النهايه عاوز ينجح لاسمه هو، يبذل قصارى جهده عشان يبقى شكله كويس. يعني تمام. يعني ايه اهم المعلومات عن الكابتن محمود عن الطاقم كامل؟ بص هقول لك حاجه. طبعا دي بالصرامه يتميز بدايه طبعا دي المباراه الاولى لعاشور، المباراه الثانيه لعاشور بالنسبه للاهلي، والمباراه الثانيه لعاشور بالنسبه للمقصه السنه دي. تمام. يعني لعب مباراه للاهلي ومباراه للمقصه قبل كده. قبل كده السنه دي في احنا بنتكلم في الموسم في الدوري العام. انما بقى محمود عاشور انت عارف طبعا هو حكم دولي، اخر موسمين خرج من القائمه الدوليه. تمام. انما افضل مواسم لمحمود عاشور دلوقتي بعد خروجه من القائمه الدوليه اللي هو الموسم الحالي، الموسم الحالي واللي فات، هتلاقي مستوى محمود عاشور بيلعب مستوى بقى فني رائع بصراحه، بيلعب بدون اي ضغوط نفسيه عليه بسبب القائمه، ودي بتحدث مع بعض الحكام. النهارده عاشور باذن الله ربنا يوفقه، محتاج بس هو والطاقم اللي معاه يركزوا ويهتموا بكل كوره.
لان معظم الاخطاء الفنيه اللي احنا شفناها السنه دي يا كابتن او مشاكل التحكيم ما كانتش اخطاء فنيه، لا كانت اخطاء بسببها الحكم، عدم تركيزه في المباراه، اهماله في بعض الاحيان في القرار. انا مش بتكلم عن مباراه الاهلي بس، لا كل مباريات الدوري الممتاز السنه دي للاسف مفيش اخطاء فنيه فجه، يعني ما اختلفش انا وحضرتك الكره دي تسلل ولا ركله جزاء، لا كانت اخطاء سهله، اخطاء سهله كان سببها لا الاهلي كان له ضربه جزاء مثلا في مباراه الانتاج الحربي كانت واضحه جدا بتاعه بيراميدز دي برضو دي مش فنيه، دي مش فنيه، مش فنيه حكم، ده تركيز، ده تركيز واهمال من الحكم والحكم الرابع بس، انما فنيه قصدي ما فيهاش فنيه، كانت واضحه جدا. فالمطلوب من الحكام يركزوا فقط ان الدوري بقى كل مباراه بتعدي يا كابتن اسلام البونتو بيبقى غالي، وخاصه اول بقى في نهايه الدور الثاني والفرق مباراتها تشد اكتر، الفرق اللي بتهبط او اللي عاوز يحافظ على القمه. فاتمنى التوفيق لطاقم الحكام بالكامل يعني. كابتن احمد توفيق طلب والكابتن يوسف البساطي عليهم دور كبير جدا 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 النهارده، خصوصا في ظل دايما الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي بتلعب في نص ملعبها، والنادي الاهلي دايما بيبقى او ده الطبيعي يعني ده اللي احنا بنشوفه خلال الفتره اللي فاتت، فبتبقى موضوع الاوفسايد ده او الاوفسايد بيتلعب بيبقى مهم جدا ان الحكم يبقى واقف صح عشان الهجمات المرتده اللي على النادي الاهلي تحديدا في مثل هذه الامور. والنهارده الحمد لله احمد توفيق طلب ويوسف حكام مركزين جدا خلال مسيرتهم في الدوري السنه دي او السنه اللي فاتت، ومن الحكام برضو اللي هيبقى ليهم باع ان شاء الله في الدور في القائمه الافريقيه باذن الله، عندهم خبرات يأهلوهم لخوض مباراة زي دي، وخاصة حضرتك انت عارف انت ممكن من بداية المباراة تلاقي مثلا بتلعب مثلا فرقة بتلعب على الاوفسايد جيم بالظبط، اوكي حتة الاوفسايد جيم دي بتبقى يعني عاوزة تركيز جامد جدا من الحكم، مش مع اخر تاني مدافع بس، لا مع لحظة لعب زميله للكورة، ان هي عبارة انت الحكم كده مركز في اللقطة دي اتلعبت امتى ومركز هل جات له ولا لا، ما ممكن انا ببقى في موقف تسلل وما تحسبش عليا تسلل لازم ابقى مشارك فيها. المطلوب بس والله السنه دي التركيز، الحكام لو ركزوا المباراه هتبقى اسهل يعني ما يكون. لو تتخيل لو حضرتك اتفرجت على المباراه الاخيره لنادي الاهلي وشباب الثوره الجزائري كان هناك كورتين، واحده لحسين الشحات واحده لعلي معلول، حتى فيهم صور هي ما احنا ما نقدرش نجيبهم على الهواء لكن ليهم صور واضحه جدا ان هي مش اوفسايد بالظبط، يعني بالزبط. الحكم المساعد ممكن يفرق كتير جدا في نتيجه المباراه بسبب وقوف خطا من حكم المساعد بخطوه يمين او خطوه، ممكن التركيز بقى تركيز. ممكن التركيز اثناء لعبه كره، يعني باصص على الكره كده اتلعبت ولا لا، يعني انا مركز على الكره كده بس لازم برضو مركز الكره اتلعبت امتى عشان صعبه برضو يا كابتن، يعني انا دايما يعني انا مطلوب مني ان انا ابقى باصص كده وشايف دي بتتلعب ازاي. ما خلي بالك انت بتتكلم على واحد مثلا اقل واحد بيلعب في الدوري ممتاز لعب مثلا مش اقل مثلا من 8 سنين او 9 سنوات في المسابقات المختلفه، برضو الحكم الدولي كده وبياخدوا فيديو تيست مكثف جدا على الكور دي، حاجات كتيره جدا غير الحاجات اللي في الملعب طبعا، دي مسؤوليته هو، اهم مسؤوليه ليه هو يعني. كابتن الحكام اللي هو الخامس، يعني انا حتى الان شايف ان هو بيبقى عبء على الحكم الساحه، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ بص الحكم الاضافي اللي هو ورا المرمى اللي هو احنا بنسميه الخامس ده، انا وجهه نظري انا ده لازم يبقى فيه تدريب للحكام، انا مش بتكلم تدريب اخدهم في معسكر ومرنهم، لا دول لازم يتمرنوا يا كابتن اسلام في مباريات وديه كتيره جدا. علاوه بقى يا كابتن انا من وجهه نظري انا لازم الحكم الخامس اللي واقف خلف المرمى ده لازم ما يقلش فنيا صح. عن حكم اللي جوه بياخد قرارات صعبه جدا، وخلي بالك انت حكم دولي في الملعب اما توقف معايا واحد خامس بره لسه صغير اصلا هو يخاف يكلمني، اصلا يخاف يقول لي الكره دي ضربه جزاء يا كابتن، هيبقى في رهبه. علاوه بقى ان الحكم اللي جوه لازم يبقى مقتنع بامكانيات اللي بره عشان ياخد قراره، عشان ياخد قراره. عشان كده تلاقي معظم الفرق الكبيره بتجيب مدرب تاريخه قوي، لو مش تاريخه قوي في اللعب يبقى تاريخه قوي في التدريب، عشان يبقى اللي برضه عليه حاجه سلطه نفسيه على الراجل اللي جوه، عشان ابقى مقنع مثلا انا بحكم جوه ومعايا حكم مثلا درجه ثالثه لسه ما لعبش كتير او درجه اولى لسه طالع، لو سمحتوا مباراة في الدوري الممتاز الحكم الخامس ما ينفعش تبقى للطرديه، لازم يبقى حكم كويس جدا، لان هي ممكن تخرجك من مشكله وممكن تخلق لك مشكله احنا في غنى عنها في الايام دي. كابتن سمير، ايه الصعوبات اللي ممكن تواجه طاقم التحكيم في هذه في مثل هذه المباراه الاهلي والمقص؟ اول حاجه طبعا تاخير اي فريق احراز الاهداف، اي فرقه هتاخر احراز الهدف بتبقى ليها جانب صعب جدا على الحكم، ان فرقه الاهلي طبعا عاوزه تكسب عاوزه تحسن موقفها في الدوري، والمقص عنده طموح قوي جدا انه عاوز يبقى في المربع الذهبي، فهتلاقي في صراع، اكتر واحد هيدفع الصراع ده النهارده على هيكون على حساب طاقم الحكام، اكتر واحد هو اللي هيبذله المجهود. وللاسف طبعا احنا عندنا هنا طبعا في مصر كل العناصر اللعبه ممكن تخطا ممكن تغفر لها، لو المدرب نزل تشكيل مش كويس انت توافق عليه، انما الحكم لو حسب رمي التماس مش سليمه هتلاقي الناس كلها طبعا بتتكلم عليها. طبعا طاقم الحكام عليه مسؤوليه، كل ما النتيجه سلبيه
ما تعدي بيبقى حمل قوي على طول. يعني هو بالنسبه له اي فرقه تجيب جول بدري احسن بدري نخلص مش جول واحد كمان جولين يعني خلاص الماتش بدري يعني. كمان يا كابتن اسامه لما تلاقي فرقه مثلا عدت الاثنين انت بقى بتبتدي تستريح نفسيا انما كل ما تصعب الماتش اسهل طبعا كل ما تصعب بتبقى اصعب. والحكم بيقاس يا كابتن الحكم عشان تعرف شخصيته كانته اهم حاجه هو جوه ال 18 الحكم لو ما جالوش اختبار جوه ال 18 اي واحد في الدنيا يقدر يدير مباراه. تمام اخيرا يا كابتن حكام مباراه الزمالك وبيراميدز النهارده من جيان لوكا روكي حكما للساحه الفونسو مارازو مارازو مساعد اول فابريزو بوسادو مساعد ثاني جيان لوكا ماجانليكو حكما رابعا قول لنا برضو ما تعلمه من معلومات عن بص هو الحكم روكي النهارده كل مصر تعرفه بس احنا مش فاكرينه بس يعني حضرتك انا قلت لك لعب ماتش هتقولي اه والله ده عمل كذا كذا. الحكم ده ادار لينا مباراه مصر والبرازيل في اولمبياد 2012 اللي كان ماسكها كابتن هاني رمزي بالظبط فان اول ما الشاشه بس تيجي عليه النهارده الناس كلها هتفتكر ماتش مصر والبرازيل اللي اتلعب في الاولمبياد. الحكم ده يعني حكم من حكام القدام في اوروبا مش من حكام النخبه في اوروبا. هو بيلعب في الدوري الايطالي طبعا من فتره هو دخل قائمه الدوليه سنه 2008 وكونه انه بعد اربع سنين يلعب في اولمبياد فده كان طالع بقوه وبتركيز بس بعض المشاكل واجهته خاصه في بعض ادارته لمباريات اليوفنتوس اللي بعض الفرق اللي اتغلبوا من اليوفنتوس اتهموه بالتحيز زي موجود في اي شان اي دوري بالتحيز في بعض مع الفرق الكبيره يعني بعض هل الدوريات هل اثبتوا شيء ولا ده كان مجرد لا يعني انت عارف لما مدير فني بالظبط هيبقى مع الاهلي مع الزمالك مثلا فدي هتلاقيها دي موجوده تمام من ضمن الحاجات الاشهر كارت احمر هو اداه في حياته لطبعا ابراهيموفيتش قبل كده زلاتان ابراهيموفيتش يعني ده من الاهم كارت كان موجود في كاس العالم 2018 اعتقد كاس العالم كان في 2018 كان موجود يعني حضرتك شايف ان هو على قد المباراه او لعب مباراه قبل كده نهائي كاس السوبر في 2018 بين الهلال والنصر السعودي حكم عنده خبرات عاليه جدا تقدر تؤهله لنجاح مباراه زي النهارده بيراميدز والزمالك مباراه بتلعب على المركز الاول والثاني طبعا مباراه مهمه جدا يعني هو لغى اعتقد برضو هدف لحسين الشحات في كاس العالم للانديه في كاس العالم اللي فات بس كان بطريقه عن مساعد الحكم يعني عن طريق مساعد الحكم بالظبط انما يعني حضرتك متوسم خير في هذا الطاقم ربنا يوفقه طاقم حكام ايطالي مش عربي برغم ان الحكم العربي ممكن يبقى مستواه الفني لحد ما افضل منه بس احنا خلاص الفرقه عاوزه طاقم حكام اوروبي يلعب بطاقم حكام اوروبي تمام بس المهم النهارده ايه احنا نستفيد منه نعم. يعني انا مع استقدام الحكم الاجنبي بس بشرط يفيد الحكم المصري انما تجيب لي حكم اجنبي زي اللي احنا اتفرجنا عليه كده الجيم قبل كده من الدنمارك او النرويج مستواه الفني اقل لا انت جايبه ليه ده ملوش لازمه خالص يعني نعم. جايب حكم اللي لعب مباراه بيراميدز وايطاليا عمل اخطاء تضحك سواء ركله جزاء هنا او ركله جزاء هنا حاجات غريبه بس مع حاجات ما حصلتش في الكوره وحكم دولي ما حدش اتكلم عليه هات الحكم الاجنبي بس يفيد الحكم المصري تمام حتى الان انا عايز اقول لحضراتكم برضو ان نتيجه مباراه النادي الاسماعيلي ونادي بتروجيت هدف للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 7 وحتى الان الدقيقه 60 او 61 من عمر المباراة أكتر شوية في الدقيقة 64 من عمر المباراة والنتيجة ما زالت حتى الآن 1-0 66 الدقيقة 66 وحتى الآن التقدم 1-0 للنادي الإسماعيلي عن والي دايما اتفضل يا كابتن أنا عاوز أسألك سؤال بقى أنت لعبت الأهلي ومقصة؟ أنا؟ لعبت كتير أهلي ومقصة أهلي ومقصة طبعا ماتشاتها جامدة ماتشات تقيله ماتشات بالظبط زي ماتشات الاهلي واولمبي ايوه زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده زي الاهلي واولمبي ما عندهمش جماهيريه بس عندهم مستوى فني يساوي الوجود الجماهيري ماتشات صعبه يعني لما كنت انا بلعب كان المقصه كمان في مستوى اعلى من الموجودين دلوقتي موجودين فيه دلوقتي وبالتالي كان مقدما مباراه الاهلي واولمبي ويعني كانت اصعب يمكن من مباراه الاهلي والزمالك كمان بالظبط خلي بال حضرتك لانه تقول لي الاهلي وامبي مثلا الله يرحمه الله يرحمه يعني دايما نتذكره بكل خير الكابتن طه بصري كان هو عامل فريق نادي امبي ده يعني فكان بالزبط. الكابتن طه بيعمل لهم شكل كده دفاعي قوي جدا جدا بالزبط. في نفس الوقت الناحيه الهجوميه كانت قويه جدا جدا يعني بقول لك كانت يمكن اقوى من مباريات كبيره كمان خاصه الاهلي وامبي يعني اضربت المباريات للاهلي وامبي وامبي والاهلي خمس مباريات منهم في موسم واحد لعبت مباراة الذهاب ومباراة العودة وحضرتك برضو كنت موجود في الملعب كنت موجود فدي في الملعب. من المباريات الفنية أيام. عالية بتساوي عايزين نرجع الملعب الجمهيني. تاني بقى اتفضل عايزين نرجع الملعب لا كده كفاية بقى كده كفاية ها أنا بشكرك جدا يا كابتن سمير وإن شاء الله نلتقي بعد المباراة إن شاء الله بإذن الله تقييما لحكام مباراة النادي الأهلي يا رب التوفيق لهم يا رب بالكامل
كابتن محمود عاشور وكابتن احمد توفيق طلب وكابتن يوسف البساطي وكابتن محمود رشدي وكابتن محمد حسن وكابتن اسامه اسماعيل. الكابتن سمير عثمان طبعا بيتمنى لهم التوفيق ومتخيل او يتوقع ان هذا الطاقم يستطيع ان يصل ببر الامان لمباراه النادي الاهلي ونادي مصر المقص. كل التوفيق لحكام المباراه لان بيبقى عليهم دور كبير جدا 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 في نتيجه المباراه. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، هنتكلم بقى عن المباراه تفصيليا شويه وماذا سيفعل مارتن لازارتي في هذه المباراه، وايضا ماذا سيفعل كابتن طلعت يوسف في هذه المباراه. الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام، الكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش، الكابتن الكبير كابتن احمد بلال بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي في مباراه الاهلي والمقصه. النجم الكبير كابتن ماهر امام. كابتن ماهر ازي حضرتك؟ اهلا اسلام، اهلا بيك، شرفنا ومنورنا. النجم الكبير الكابتن محمد حشيش مشرفنا ومنورنا. ازيك يا اسلام؟ ازيك كابتن. النجم الكبير الكابتن بلال مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا اسلام، ربنا يخليك. خليني اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه. محمد الشناوي في حراسه المرمى، كريم ندفد هيلعب النهارده ناحيه اليمين كباك يمين، يعني علي معلول ناحيه الشمال، هاني محمد هاني وياسر ابراهيم اثنين في وسط الملعب، اثنين في وسط استوبارين يعني، حمدي فتحي والسوليه اثنين في وسط الملعب، الشحات ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، ما بينهم ناصر ماهر، وفي العمق الهجومي اخيرا شفنا ازاي كراس حربه وحيد في هذه المباراه، وحيد في المنزل. طيب اما نادي مصر المقصه في حراسه المرمى احمد عادل واحمد مودي وشريف حازم اثنين استوبارين، وطه عادل ودبش في كباك رايت وباك ليفت، وعصام صبحي ومحمد توني وصلاح ريكو ووليد عادل وانا اسف رجب عمران ومصطفى شبيطه. ده خط. طب هاتها لي جنب يا جماعه، الشاشه دي بعيده. اهو تاني احمد عادل في حراسه المرمى، مودي وطه عادل ومحمد دسوقي وعاصم عصام صبحي، صلاح ريكو ومحمد توني وصلاح عاشور ورجب عمران ناحيه اليمين وشبيطه ناحيه الشمال، وشميل سبيكلي في الامام مهاجم وحيد. يعني ممكن يبقى فيه اختلاف ما بين مثلا صلاح عاشور هو اللي بيلعب في الامام وشميل سبيكلي تحته، هنشوف بقى على حسب المباراه ماشيه ازاي. ده تشكيل نادي مصر المقصه. برضه حطوا لنا تشكيل النادي الاهلي يا شباب لو جاهز معاكم، حطوا لنا تشكيل النادي الاهلي. طيب كابتن ماهر خلينا نبدا مع حضرتك ورايك في تشكيل النادي الاهلي ووجود كريم ندفد ناحيه اليمين بدلا من محمد هاني اللي دخل في العمق بجانب ياسر ابراهيم. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشكيل النادي الاهلي النهارده اسلام واضح ان مستر لاسارتي خلال المباريات الافريقيه الماضيه وحصولنا على المركز الاول، انتصار مباراه وتعادل في مباراه ثانيه، هو يمكن قدر يتعرف يمكن على معظم اللاعبين اللي موجودين في القائمه الافريقيه او القائمه الموجوده في الدوري العام. فالنهارده هو قدر يوصل للتشكيله المناسبه، التشكيله اللي تقدر تلعب قدام مباراه المقصه. التشكيله مكونه من الشناوي في الفترة اللي فاتت يمكن ظهر بمستوى جيد، يمكن آخر مباراة كان فيها الانفراد اللي قدر يشيله كراجل حارس مرمى وفي نفس الوقت قام بدور الليبرو، يمكن فرق معانا بشكل كبير جدا. مباراة فيتا، مباراة فيتا كلاب. نعم. كريم ندفد احنا شايفين كريم، ويمكن أشادنا من خلال الاستوديو التحليلي أكثر من 3-4 مباريات ظهر بمستوى جيد جدا، وواضح قوي ان هو لعيب عنده اصرار وعنده عزيمه، ويمكن الكيمياء اللي موجوده مع لاسارتي قدر ان هو يتواجد بشكل جيد. كريم من اللعيبه الجواكر اللي بتقدر تلعب في اكثر من مكان، مكان الباك رايت او مكان الهاف الديفندر. محمد هاني نفس الظروف، يعني محمد عنده بردك المميزات اللي موجوده في كريم، يقدر يلعب باك رايت ويقدر يلعب مساك. ومحمد هاني كمان يمكن الورقه الثانيه اللي بتمر بمرحله نضج كروي بشكل كبير جدا، لدرجه ان هو بقى له وجود في تشكيله النادي الاهلي اكتر من 3-4 مباريات. ياسر ابراهيم طبعا الوافد من سموحه، والمكان ده اللي كان عندنا بيسبب لنا بعض المشاكل في الجانب الدفاعي، النهارده بعوده ياسر ابراهيم. طبعا ايمن اشرف برضه موقوف عشان الناس تفهم. بالظبط طبعا. اتفضل يا كابتن. وعوده معلول، الخبره اللي موجوده في هذا الخط اللي بتعمل مسانده بشكل كبير جدا، مفتاح لعب من تحت، كورسات العرضيه، المسانده اللي بينه وبين رمضان، الجمل التكتيكيه اللي بتبني عليها معظم شغل النادي الاهلي من على الاطراف من عند معلول وكريم ندفد. نص الملعب المدافع عوده حمدي فتحي، احنا يمكن حمدي فتحي شفناه لاعب انبي المميز في نص الملعب، وقع الاختيار عليه من خلال اللجنه الفنيه. حمدي فتحي مكسب كبير جدا النهارده، بنتمنى له التوفيق، اول مباراه مع النادي الاهلي، عنده بردك من المواصفات كراجل هاف ديفندر، بيقدر ينقض بيقدر يغطي. السوليه بقى له 3-4 ماتشات بيمر مرحله جيده. الرباعي الشرس او رباعي الخطر اللي موجود في الخط الامام
رمضان والجبهة اللي موجود عليها رمضان ومعلول، وبعدين الشحات الوفد الجديد ده يمكن ده ثالث مباراة للشحات، نتمنى له التوفيق النهاردة بإذن الله. ناصر ماهر فريق القديم بالظبط، ناصر ماهر اللي بقى له فترة كمان يمكن بيأدي بدور بشكل جيد بدور حتى لما بشكل جيد، فالنهاردة بياخد مكانته طبيعية. أجايب بنقول له الحمد لله على السلامة. يمكن أنت إسلام اتكلمت على العمق الهجومي النهاردة، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن أجايب يقدر يحللنا المشكلة بتاعت العمق إن شاء الله. كابتن حشيش حمدي، وأول مباراة، أول مباراة دايما وخصوصا أو تحديدا مع نادي الأهلي بتبقى مختلفة عن أي مباراة مع أي نادي، في الطبيعي ان بتبقى صعبه على اي لعيب، فلما يبقى يلعب في النادي الاهلي تبقى اصعب واصعب. هل تفتكر ان حمدي هيستطيع ان هو يتماشى مع طريقه لعب النادي الاهلي سريعا؟ بص، هو بدايه طبعا انا يعني مبسوط من التشكيل النهارده، حاسس ان هو تشكيل نموذجي يعني طبعا يعني في بعض الامور تبقى احسن كمان بس طبعا، بس هو في يعني في المتاح دلوقتي من اللعيبه اللي موجوده السليمه احسن تشكيل ممكن يكون موجود. بنتكلم على معلول اطمننا عليه الماتش اللي فات، وطبعا خبره في ناحيه شمال انت محتاجه النهارده قوي كجبهه شمال. هو النهارده الراجل طبعا فضل ان يحط هاني مساك بدل سعد سمير، سعد سمير لسه راجع من اصابه، ماتش تقيل عليه. المساكين الاثنين النهارده عليهم دور كبير قوي في الاختراقات، المقصه اللي بتيجي من العمق، شمس بيكلي بيجيد الحته دي وقلناها المره اللي فاتت. ندفيد طبعا مش غريب عليه، لعب يعني مباريات كثيره ناحيه الرايت وجاهز، يمكن انا من يومين قلت على الراجل ده بقى جوكر، ندفيد بيلعب في اي حته. لعب لو نفتكر نهائي افريقيا برده ناحيه الباك رايت. لو هنتكلم بقى على السوليه وحمدي فتحي، حمدي لعيب كويس وصغير وعنده مواصفات كويسه قوي، ممكن يتاقلم النهارده مع النادي الاهلي سريعا الحته دي، واتمنى ان هو يبقى مدارس يا كابتن. طبعا قبل بس حضرتك تكمل يبقى مدارس، في ناس تقول لك لا يعني كابتن حسام البدري مثلا كان بيقعد فتره طويله لغايه لما يلعب اي حد، لكن في مدرسه تانية تقول لك لا يلعب من اول مباراه وكده كده لازم ينسجم ويلعب وياخد ويبقى كويس وياخد على الاجواء وكذا وكذا وكذا. انا من المدرسه اللي بتقول لعيب الكوره الكويس ما يفرقش معاه بقى لسه اول ماتش ولا ثاني ماتش ولا انسجام ولا كلام من لعيبه الكوره بتعرف تأقلم نفسها في أي ظروف ومع أي حد. هو لسه مش بيبتدي بقى حياته لسه ما لا، هو لعيب كويس قوي، عنده إمكانيات كويسة قوي، عنده حتة كمان يا رب يعملها النهاردة إن هو بيكمل وعنده التسديد من بره. لو هنتكلم بقى على الثلاثي اللي قدامه رمضان والشحات وناصر، لو تفتكر احنا قلنا المره اللي فاتت ان هيبتدي بما نهبيه، وطبعا هي كانت اللي ناقصه المره اللي فاتت هو ناصر ماهر اللي النهارده هيبقى عليه دور كويس قوي. وطبعا المحطه اللي افتقدناها المره اللي فاتت اجايي ان شاء الله باذن الله، انا بقول النهارده ان شاء الله هتبقى بدايه انطلاق لاجايي تاني كويس. عشان اروح لبلال في الجزء ده تحديدا، بلال انت ساعات كنت بتلعب مباريات وانت لسه راجع من اصابه 5-6 شهور وانت تحديدا كنت بتبقى كده، ايه اللي كنت بتعمله في المباراه؟ لانه مهم جدا الناس تعرف انت كنت بتعمل ايه، لانه دلوقتي الناس كلها مستنيه اجايه، فاجايه ممكن ما يبقاش كويس قوي صح، مش هيقدر يلعب ال 90 دقيقه بنفس الكفاءه لو لعب ال 90 دقيقه، فلازم برضو نعرف الناس ايه اللي بيحصل، اقف على الكوره امتى، الخبره يعني. بص هقول لك في البدايه طبعا رجوع اللعيب، بس هتختلف من لعيب لعيب. في لعيب ممكن يبقى ثقته عاليه في نفسه، مهاراته الفرديه تبقى وامكانياته الفرديه تبقى عاليه، في لعيب بيعتمد بس على القوه والسرعه، يعني في على حسب النموذج اللي بتتكلم عليه، هل النموذج ده مثلا نموذج الفنيات بتاعته اعلى بكتير؟ هل النموذج ده بيعتمد على القوه البدنيه والسرعه واللياقه؟ تفرق كتير جدا من لاعب للاعب. النهارده اول حاجه بتعملها وانت راجع من اصابه في اول ماتشات انك بتلعب السهل الممتنع، ما بتحاولش ان انت تصعب على نفسك الكوره، صح، تحاول تلعب جيم سهل بالنسبه لك، لمسه اللي في وشك يعني بالظبط، لمسه لمسه ولعبه، بتتحرك كتير جدا بدون كوره عشان تخلق لنفسك المساحات. يعني مهم جدا في ماتش زي النهارده كده ان اجي ياخد بالك، هو مش فرود صريح، هو مش رقم 9، لكن النهارده بيلعب رقم 9، فمهم هو كمان بطبيعته بيتحرك كتير على اطراف الملعب، فالنهارده هيبقى مهم جدا بالنسبه له الربط كمان مع مروان وربطه مع الشحات وربطه مع ناصر ماهر، ان هما الثلاثه خد بالك النهارده زي ما احنا كنا كل مع ماتش رمضان. مع رمضان رمضان والشحات تمام. يعني مهم جدا يربط معاهم، النهارده هتلاقي فترات اجاي بيطلع ناحيه الشمال صح. مهم ان رمضان يكمل، الحاجات دي مطلوبه بشكل كبير جدا النهارده، اجاي مطلوب انه يتحرك كتير جدا في ال 18، يتحرك كتير جدا. طيب معلش يا كابتن عشان معانا بس لقاء من ارض الملعب، كريم احمد مراسلنا من ارض الملعب، ايه اللي حصل؟ معلش اكمل، حاضر اكمل، اتفضل يا كابتن بلال. فمطلوب من اجي النهارده اسلام انه يتحرك كتير قوي بدون كوره عشان يخلق لنفسه فرص ويخلق لنفسه مساحات عشان ما يبقاش دايما بيلعب تحت ضغط. لو النهارده استسلم لانه بيلعب بظهره والاثنين الاستوبارين واحد ماسك واحد بيعمل الكفرنج
من وراه هيبقى صعب، هيصعب الجيم عليه كتير قوي. لكن النهارده مطلوب في بعض الاوقات انه يطلع ناحيه الشمال، يطلع ناحيه اليمين، ينزل تحت شويه، يخليه في الامر يتحرك. انا ليا راي فيه، ممكن اتفضل. اتفضل. احنا تفتكر لياقته البدنيه في ثاني ماتش هتسمح له بكل ده؟ هتسمح له بكل ده ولا يفضل النهارده يخليه اكتر محطه على اساس انت عندك ناصر ماهر جاي من تحت ورمضان والشحات، فيبقى محطه اكتر من كده؟ ما انا عشان يعني كده، عشان كده يا كابتن بقول ايه، انا بقول يتحرك التحركات الصغيره مش خد بالك ما يتطرفش قوي. انا ما بقولش ينزل نص ملعب ويطلع السبرنتات الطوليه لا، انا بقول مهم يتحرك التحركات الصغيره اللي داخل ال 18، سبرنتات قصيره 2 3 متر 4 5 متر، الحاجات الصغيره دي، وبرده اكيد هياخد نفسه. عشان كده بقول التنسيق مهم جدا مع رمضان ومع الشحات، انه لو خرج على الطرف شويه يبقى رمضان موجود، ما ينفعش هو يتطرف ويرجع تاني يخش البوكس تاني، هتبقى صعب عليه. فالنهارده السهل الممتنع اي فرصه يستغلها، ما يحاولش ان هو يصعب الامور عليه، يحاول ان هو يخلص بسرعه الجول، يحاول ان هو يشوط اكتر. يعني في ساعات بعض اللعيبه من كتر الثقه اللي تبقى عنده يبقى في ال 18 عايز يرقص واحد وعايز يحطها مثلا بليسنج او تشيب من فوق الجول، لا النهارده لو في فرصه متاحه لو في فرصه يشوط. ان انت تشوط بظهرك صحيح النهارده ده مهم جدا بالنسبه له، يسهل الماتش، يتحرك بسرعه، يتعاون مع زمايله بشكل كبير جدا. يعني حضرتك تقصد ما يتحركش في مساحه كبيره؟ لا مساحه كبيره لا، هتصعب عليه. صحيح، هو الحاجات اللي خطوتين يمين خطوتين شمال يقف، يبقى محطه ينزل تحت في خمسة وسط الجميع بالظبط، وعشان يبقى قريب جدا من التمرين، خصوصا ان اللي جايين كلهم جايين من تحتك، حسين ورمضان انت عندك ثلاثه وكلهم لعيبه كوره، وكلهم لعيبه كوره، يعني انت كمان دي ميزه كبيره جدا، هو بيلعب جنب ثلاثه لعيبه كوره ناصر هيساعدوه. هم كمان يا اسلام يا بلاد ان هم يساعدوه. ايوه يعني الثلاثه دول دورهم النهارده ان هم يساعدوا اجاي في حته الدبل باص، في حته الاستلام الكوره، في خلق مساحه، عايز يعني الثلاثه دول دورهم النهارده ان يساعدوا اجاي ان هو ياخد الثقه من بدايه المباراه. طيب، وهو لعيب ذكي من خلال الثقه دي هيبدا ياخد ثقه، يبدا يتعامل مع الجيم بشكل ايجابي. النهارده عندنا ثقه كبيره جدا في اجاي باذن الله ان هو يكون زي ما انت كنت العمق الهجومي اللي احنا دايما مستنيينه، اللي احنا بقالنا يمكن اكتر من 3 4 مباريات متاثرين بشكل كبير، ما عندناش راس حربه ايجابي على المرمى او حد يقدر يساندنا في الجزئيه. رجع بلال بقى وخلاص. نطلع نشوف كابتن كريم احمد، او كريم احمد مراسلنا في من ملعب المباراه مع كابتن وليد هويدي مدير الكوره لنادي مصر المقاصه. اتفضل. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، اجواء خاصه قبل انطلاق مباراه مصر المقاصه والنادي الاهلي، وهي احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال 11. يسعدنا من ضمننا في هذه اللحظات طبعا مدير الكوره بنادي مصر المقاصه كابتن وليد هويدي، برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وباذن الله تكون مباراة موفقة للفريقين، المجتهد واللي هيأدي يقدر بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يكون معاه الفوز، يكون حليفه بإذن الله. أولا تحيات حضرتك كابتن إسلام الشاطر، إن شاء الله تبقى مباراة طريق طبعا إن شاء الله بالنادي الأهلي ونادي مصر المقاصة، ومباراة النهاردة طبعا من المباريات اللي يعني بنعمل تعمل حساب، أنت بتلاعب طبعا بطل مصر وبطل أفريقيا، فأكيد لازم تبقى عامل حسابه. وفي نفس الوقت المباراه بالنسبه لنا ديت بنعتبرها كمصر مقصة بستة بونت، لان انت الثالث والاهلي مثلا الرابع في ثلاثة بونت بغض النظر عن المؤجلات طبعا، لكن اعتقد ان يعني هتبقى خطوه مهمه جدا للمحافظه على وضعيتنا في المربع الذهبي. انا عارف ان في تدعيمات بشكل كبير بالنسبه لنادي مصر المقصه، وايضا النادي الاهلي كمان دعم بشكل كبير، هيكون متواجد يمكن جون انطويش ميلس بيك لعدد كبير من اللعيبه، بتشوف الصفقات وبتشوف الطفره اللي بيحققها نادي مصر المقصه بجانب ايضا كمان الطفره الفنيه اللي بيحققها النادي الاهلي. هو الحمد لله احنا بالنسبه لنا احنا يمكن التدعيمات بتاعتنا كنا جبنا شميلس بيكلي، واعتقد انه الحمد لله يمكن من اول مباراه ربنا كرمه بهدفين، وجبنا برضو حسام عبد الواحد من كوكاكولا، في احمد جمال من نجوم المستقبل، وفي خالد الشيخ من الاولمبي، دي من الصفقات اللي يعني اللي احنا ايه ان شاء الله بنراهن عليها محتاجينها اللي احنا بنجيبها يعني. بس عارف ان يمكن كمان في علاقه طيبه جدا بين النادي الاهلي ومصر المقاصه، ويمكن بانت كمان في الصفقات العلاقه الطيبه، ويمكن بعقليه كمان اللي هو محمد عبد السلام بعقليه الرئيس النادي المحترف، يمكن ما بتوقفوش في رغبه اللاعب، بتحاولوا ان انتوا اللعيب اللي بيطلب ان هو يكون متواجد وفي بديل معاكم في مصر المقاصه ما بتوقفوش في قدامه، بتشوف الامر ده ازاي وبتشوف التعاون الكبير بين النادي الاهلي ومصر المقاصه ازاي؟ هو التعاون بين مصر المقاصه والنادي الاهلي من زمان يعني من كل على كل مجالس الادارات السابقه اللي هو محمد عبد السلام بتربطه بهم علاقات طيبه، سواء بالمهندس محمود
طاهر سواء بالكابتن محمود الخطيب ومن قبل الكابتن حسن حمدي. فبالتالي احنا في الاول وفي الاخر طبعا احنا من منظور مصلحه نادينا في الاول، واذا توافقت مصلحتنا مع مصلحه اللاعب اكيد طبعا بنتساهل في الامر. احنا الحمد لله بنعتمد على البديل على طول، لان حضرتك شفت محمود وحيد راح في محمد الدسوقي مواليد 97 كان متصعد من السنه اللي فاتت، والحمد لله يمكن اعتقد انه ان شاء الله هيبقى باك ليفت منتخب. تمام. عايزين نقول لحضراتكم برضو مره اخرى تعليق كابتن ماهر على تشكيل نادي مصر المقاصه بما اننا جبنا كابتن وليد وهيب. واضح طبعا النهارده ان المركز الثالث المقصه اللي هو بيحتله بيقابل النادي الاهلي في المركز الخامس. ثلاث نقاط اتفقنا اسلام ان بدايه الدور الثاني، واضح ان ثلاث نقاط هتبقى مهمه لكل فريق، لان الفرق وضحت قوي ان هي قدرت من خلال المرحله الشتويه ان هي تدعم بشكل جيد، وده اثر بشكل ايجابي على معظم الفرق اللي عملت التدعيم ومنهم المقصه. النهارده المقصه كابتن طلعت يوسف من المدربين الاكفاء، مدربين عندهم خبره بشكل كبير جدا، واضح الثبات من خلال الجهاز الفني السنه الثانيه على التوالي، وقلنا ده بيدي ثقه كبيره جدا في الجهاز اللي بيقدر يشتغل بارتياحيه. الكابتن طلعت بخبرته في الدوري الممتاز قدر يعمل توليفه وشكل جيد جدا من فريق المقصه، بيقدم عروضه كلها يمكن معظمها عروض فيها ثبات من ناحيه التشكيل، من الناحيه الفنيه، من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه الخطه او التكتيك اللي بيلعب بيه. الكابتن طلعت في اوقات كتير جدا بيفاجئنا وهو بيلعب توازن بشكل كبير في نص ملعبه، بيامن من خلال بدايه المباراه وبعدين بيبدا يعتمد على الكونتر اتاك او الكور المرتده اللي من خلالها بيقدر يخطف بيها هدف او بيبقى مؤثر على فريق الخصم. شفنا يمكن اخر مباراه للمقاولين العرب هو ده يمكن التشكيل اللي موجود عليه المقصه، قدر الكابتن طلعت من خلال هذا التشكيل يفوز على بالظبط ده التشكيل اللي امام حضراتكم بشكل جيد. نعم. والحاجه كمان تحسب للكابتن طلعت ان جيمس بيكلي لعب في توقيت نص الساعه الاخيره، وكان معجب من المره اللي فاتت باللي عمله كابتن طلعت. يعني انا معجب بيه جدا ومعجب بكابتن طلعت بدا بيه النهارده، اختار الوقت المناسب اللي يقدر يدي فيه الثقه لهذا اللاعب. وفعلا كانت الثقه كانت في محلها، قدر ان هو يسجل هدفين بيفوز خلال هذه المباراه. فالنهارده انا شايف ان التشكيله ديت الكابتن طلع يهمه، كابتن طلعت يهمه ان يبقى نص ملعبه فيه زياده عدديه بشكل كبير، عنده محمد توني وصلاح ريكو ومعاهم شبيطه ورجب عمران، ويمكن صراحه عاشور انا متخيل هو بيلعب 4 3 3 مش 4 2 3 1 هو 4 3 2 1 او 4 3 2 1 وفي حاله الدفاع كل الكلام ده بيرجع نص ملعبه، بيبدا يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي بشكل جيد. تمام. عايز اقول لك يا كابتن اسلام ان هم بيعتمدوا على الكره المرتده وعنده العناصر اللي بتساعده بشكل كبير جدا، وعنده ناس اللي بتعمل ثرو باس بشكل كويس جدا. كابتن حشيش، عايز اسال حضرتك عن صلاح عاشور، هو صلاح عاشور ممكن يلعب قدام ولا شملس بيكلي اللي يلعب قدام، ولا هم هيغيروا مع بعض؟ يعني ده اللي بيعمله كابتن طلعت تقريبا النادي الاهلي عمله في مباراه سموحه وفي مباراه شبيبه الثوره الجزائري، اللي هو ان انت ما عندكش راس حربه واضح، ولا صلاح عاشور ما بيلعبش راس حربه واضح يعني ما شفناهوش كتير. تمام. وبالتالي قد يكون هناك تغيير دائم ما بين صلاح عاشور وشملس بيكلي مثلا. هو ده اللي هيحصل، وانا اللي كنا بنتكلم انا وبلال شويه ان هو هيلعب 4 3 شبيطه. معلش يا كابتن، دي لقطات ما قبل المباراه وبدايه تسخين النادي الاهلي لهذه المباراه او لفريق النادي الاهلي ما قبل المباراه، اتفضل يا كابتن. واضح قوي ان طبعا الكابتن طلعت يوسف طبعا مدرب كبير وبيجيد اللعب امام الكبار، بيعرف يلاعب الفرق الكبيره ازاي، عارف ومتاكد النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يعني لا بديل عن الفوز، مفيش فرص ثانيه لان هو يخسر نقاط، هيضغط وهيهاجم من البدايه، فهو عايز يملا نص الملعب بكثافه عدديه. شبيطه هيلعب ثالث نص ملعب 4 3 2 1، الاثنين دولت ما بين رجب عمران وشمس البيكلي، هيبقوا الاثنين اللي قدام الثلاثه مع تغيير بوزيشن مع صلاح وشمس البيكلي، اللي هم يعني شمس البيكلي بيجي من تحت أحسن. برافو عليك. الاختراقات بتاعته، فهو هيبقى فيه تبادل مراكز بين الاثنين دول بالتحديد، عشان كده انا بقول لك ان المساكين عندنا في النادي الاهلي النهارده مع الاثنين الديفندرات اللي هو حمدي فتحي والسولية عليهم عبء كبير قوي قوي، لان النادي الاهلي مش هتبان قوته النهارده الا عن طريق الطرفين. تمام. معلول وندفد، فلازم قوي يبقى فيه تغطيه على الاجناب من الاثنين الديفندرات، وفي نفس الوقت
ما نديش مساحات فاضيه. بالظبط كده، هاخد من ما نديش مساحات فاضيه دي وناخد تشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم اهو. كابتن بلال، كيف يتغلب النادي الاهلي بقى من الناحيه الهجوميه على مصر المقاصه اللي بيلعب 4-3-2-1 بشكل دفاعي اكتر شويه؟ اه طبعا، والتشكيل امامنا اهو احنا بنتكلم. مصر المقاصه النهارده يعني بترتيبه في جدول الدوري ترتيب جيد جدا. مش يعني النهارده عايز يلعب مباراه مع النادي الاهلي، مباراه كبيره بالنسبه له، مهم جدا ان هو يخرج من المباراه بنتيجه ايجابيه وخلاص، ما عندوش ازمه نفسيه، ما عندوش مشكله في جدول الترتيب. النهارده هو الثالث النهارده في جدول الترتيب بيلعب النادي الاهلي، اكيد الافكار مختلفه تماما بالنسبه لكابتن طلعت يوسف النهارده في الجيم، عشان كده شايفين النهارده حط طريقه اللعب يا كابتن بيلعب على الكاونتر اتاك، واضح جدا ان هو حاطط اللعيبه اللي عندها سرعه قدام، ما عندوش محطه بيلعب عليها كفروت صريح، هو حاطط الثلاثه اللي قدام، اثنين عندهم سرعه، واحد البصير بلغه السله يعني البلاي ميكر اللي هو صلاح عاشور، والاثنين التانيين عندهم سرعات عشان يلعب مع النادي الاهلي، اللي هو رجب وشمالسي، اللي هو رجب وشمالسي عندهم سرعات، فهو يلعب الحته دي، هيحاول بقدر الامكان انه يحضر ويلعب الكرات الطوليه السريعه او يلعب على الهجمات المرتده السريعه ويستغل الخروج بتاع او التقدم بتاع باكين الطرف بتوع النادي الاهلي، لانه واضح طبعا ان رجب عمران وشمالسي بيك الاثنين بيلعبوا طرف ملعب، فهيحاول بقدر الامكان لما يستلم الكره يحضر قليل جدا ويلعب على طرف الملعب عشان يستغل السرعه اللي موجوده. الحته اللي بيشتغل منها النادي الاهلي بالظبط، اللي بيشتغل منها النادي الاهلي. عايز تقول حاجه بس قبل ما حضرتك تكلم تكمل يا كابتن حشيش؟ انتهت مباراه النادي الاسماعيلي ونادي بتروجيت بفوز النادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، اعتقد برضو سريعا جدا يا كابتن ماهر ده ممكن يحلي الامور شويه في النادي الاسماعيلي. اكيد اكيد، واحنا شايفين في الجدول الاسماعيلي عنده 4 مباريات مؤجله، فالمكسب النهارده يديله ثقه ان هو يتنقل بشكل كبير جدا في مكانته في الدوري، وفي نفس الوقت بيدي ثقه للاسماعيلي. الاسماعيلي من الفرق اللي احنا كلنا بنحبها وكلنا طبعاً عارفين ان النادي الاسماعيلي بيمر ظروف صعبه، لكن مكسبه النهارده لبتروجيت يفرق معاه يمكن بدرجتين او ثلاثه في مكانته في الدوري الفتره دلوقتي. الاسماعيلي بقى في المركز ال 14 كويس، لان احنا كنا الحقيقه كل ما بنيجي نقرا كابتن حشيش قبل الاخير زعلانين ثلاثه بونت دول يخلوه 20 يطلعوا ثلاث اربع مراكز. بالظبط كده. قبل بس ما برضو كابتن حشيش يكمل، جمهور المقاصه النهارده المتواجد في ارض الملعب حي ثلاثي نادي مصر المقاصه اللي موجود في النادي الاهلي اللي هو حسين الشحات وميدو جابر ومحمود وحيد الحقيقه، وقابلهم بتحيه كبيره جدا من جمهور نادي مصر مقصة للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن حشيش. عايز اقول الحته بتاعت التبادل ما بين صلاح عاشور وبيكلي، اهم حاجه بقى في المساكين ان هو صلاح عاشور لعيب كويس قوي، فممكن يسحب حد من السرد باكين على الاطراف او ينزل بيه لتحت يفضي حته لبيكلي وتتلعب له، هي دي اللي دايما بيعملوها ودي اخطر حاجه، فالمفروض ان هو يعني لو راس الحربه لو صلاح عاشور نزل شويه بيسلم بقى للديفندرات ويخليه هو في مكانه، لان الاخطر في الحته اللي هي في القلب دي ان يبقى فيها تمركز دفاعي كويس مننا. هي النقطه بس اللي كنت عايز اقولها. النقطه كمان الكورسات العرضيه شفناها يمكن في مباراه المقاولين، يعني بيكلي يمكن اقصر واحد موجود لكن قدر يوصل في الجول الهدف الثاني بشكل كبير، ويلعبوا ما بين السرد باكين المقاولين يمكن سمير والمدافع الثاني. فالنهارده حياه قال ليها الكابتن طلعت الكورسات العرضيه خصوصا في التلت الهجومي وهو بيهاجم، نعم مهم جدا ان احنا اولا نمنع الكروس يطلع صح، ثانيا لو الكروس طلع يبقى في رقابه لصلاح عاشور وبيكلي على قد ما نقدر ما يقدروش يلعبوا كره مرتاحه يعني. تمام كابتن بلال، رجب عمران دايما عارفينه بيلعب على الاطراف اكتر، فاذا حضرتك او كابتن حشيش وكابتن مام متفقين ان هو هيبقى هو ده الوحيد سواء يمين او شمال حر في الحته، حر في الحته يعني، لا يمين او شمال على الطرف، لكن التبادل دايما هيكون ما بين شمالس وصلاح عاشور، هل ده احنا متفقين عليه؟ طبعا متفقين عليه. في بعض الاوقات خد بالك هتلاقي ان عاشور هو اللي بيتقدم بيلعب في الحته اللي قدام، لان زي ما اتفقنا النهارده كابتن طلعت مغير الاستراتيجيه شويه بتاعته، هو بيلعب برده النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي مش هيقدر يخترقه من خلال البساطه يا كابتن او التحضير، مش هيقدر يعمل الكلام ده مع النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي بيضغط بشكل كويس قوي، بيراقب بشكل كويس جدا، هيحاول يستغل خطوره الخطوره بتاعته هتبقى موجوده في الكاونتر اتاك فقط او في السبيد اتاك، يعني هو هيحاول والنادي الاهلي بيهاجم يحضر بسرعه ويلعب على اطراف الملعب، عشان كده بقول لك النهارده الاثنين اللي موجودين قدام الاثنين عندهم سرعه، مفيش واحد هيبقى ثابت، ممكن اللي يبقى ثابت هو صلاح عاشور في بعض الاوقات ويستغل سرعه الاثنين اللي موجودين على الطرف، هم دول اللي عندهم سرعه اللي يقدروا يستلموا في مساحات اللي يقدروا يروغوا يقدروا يروحوا يلعبوا على الجون في اقصر كرات ممكنه، فالنهارده الشغل التحضيري بتاعه هيبقى قليل جدا كابتن طلعت، هيحاول بقدر الامكان النهارده ان هو يقفل نص ملعب بشكل كويس قوي، عشان كده السؤال اللي سالته اسلام النادي الاهلي هيشتغل ازاي؟ النادي الاهلي مهم جدا يشتغل النهارده من قلب الملعب، كابتن طلعت عارف ان النادي الاهلي خطورته دايما يشتغل هجوميا هجوميا اتكلم ازاي ازاي نخترق دفاعات المقاصة، واضح واضح جدا النهارده من وانت بتلعب فرقه زي المقاصه عندها مدرب كبير
بيفكر بشكل كويس جدا، عارف ان خطوره النادي الاهلي دايما بتبقى من على اطراف الملعب، من عند رمضان صبحي، من عند الشحات، الاثنين اللي موجودين عندهم السرعه وعندهم المهاره. فالنهارده دور ناصر ماهر لازم يكون دور مهم جدا 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 النهارده. النهارده يستلم الكوره، يحاول يلعب مع جاي، نحاول نخترق من الحته بتاعه النص. بس ازاي يا كابتن هنخترق من النص؟ من انا بتكلم الاهلي حضرتك نتشارك في هذا الموضوع ازاي مع انه هيبقى في ثلاثه في وسط الملعب دائمين اللي هم من ناحيه مصر المقاصه، يعني اللي هو توني وريكو. هقول لك انا اسلام الحته دي. اتفضل يا كابتن. كابتن طلعت دايما بيلعب على مفاتيح اللعب، ودي صور من ملعب المباراه. اتفضل يا كابتن. كابتن طلعت دايما بيلعب على مفاتيح اللعب للفرق الكبيره. النهارده مفاتيح اللعب للفرق لفرقه النادي الاهلي اهمها ناصر ماهر اللي في القلب. انت سهل قوي تمسك الخطور على الاجناب، يعني دايما الاجناب زي مثلا حسين الشحات او رمضان صبحي، هو سهل قوي انك تقفل الاجناب. انت راجل محدد بالخط سواء هنا يمين او شمال، سهل قوي تقفل الاجناب، انما مش سهل تقفل نص الملعب. نص الملعب ناصر ماهر فعلا، انا باكد على كلام احمد، كلام مهم جدا ان ناصر ماهر عليه دور كبير قوي. لو عملها عارف ليه بقى اكتر؟ انت بتقول في ثلاثه في نص الملعب هتضرب، بس الثلاثه دول هيبقوا متفرغين، بالذات الاثنين اللي على الطرف للاجناب يتطرفوا شويه، يغطوا على الاجناب. ما انا عايز اوصل الحته بس ان احنا دلوقتي بنتكلم ان هو بيلعب 4-3 في وسط الملعب، اللي يشوفها يقول لك ده في العمق هتبقى زنقه. خد بالك، لا الثلاثه اللي في القلب اللي بيلعب بيهم كابتن طلعت هيبقى اثنين دايما منهم على اطراف الملعب، صحيح، يعملوا المسانده مع الباكين، الباك رايت والباك ليفت. عشان كده بقول لك انت دايما حته الخط دي هتبقى مقفوله بشكل كبير، هيبقى عندك المساحه اللي بتشتغل فيها ما بين شبيطه وما بين الاثنين الاستوبرين، الحته اللي موجود فيها ناصر ماهر وموجود فيها واللي في ظهر صلاح ريكو الحته اللي في القلب. عنده الثلاثه بتوع نص الملعب بكابتن طلعت واخدين مهام اكتر دفاعيه. يعني ريكو دلوقتي بيقوم بدور التراوري بشكل كبير، يعني ريكو نضج في المباراه الاخيره، تحس بيقوم بنفس الدور بتاع التراوري في حته التغطيه اللي ميلان على النهارده. كابتن ماهر هيبقى عنده حرص شويه، مش هيكمل كتير. النهارده احنا بنفتقد قائد ذو خبره زي وليد سليمان في المكان ده، يعني وليد بيقدر يقوم بالدور ده كان بشكل كبير جدا. نتمنى النهارده ان ناصر ماهر يكون اكتسب بعض الشيء من خبرة وأداء وليد سليمان في المكان ده، هيفرق معانا النهارده ناصر ماهر كمفتاح لعب اللي بيربط بين نص ملعبنا الدفاعي واللي يربط بين نص ملعبنا الهجومي. فناصر النهارده لو في حالته طبيعية هتبقى فرصة كبيرة جدا يا كابتن إسلام، يبقى عندنا اليد العليا والسيطرة على المباراة من بدايتها. عايز أقول كلمة إسلام برضه ثانية، معلش. مكسبك النهارده، مكسبك النهارده ان شاء الله في نقل الكوره بسرعه من الدفاع يعني نص الملعب ديفندرات لخط الهجوم. مهم قوي الحته دي، لان طالما هو هيلعب بثلاثه بلال قافلين الحته دي، فانت الكوره اللي هتتاخر هتلاقي كتله بشريه واقفه ورا اربعه وثلاثه قدامهم، فصعب ان انت تخترق الحته دي، عايزه مهارات عاليه قوي. فانت لازم نقل الهجمه يبقى بسرعه كبيره قوي عشان تقدر. ده السؤال اللي اتسالت عليه واللي الناس بتسالك يا اسلام، انتوا ليه في نص الملعب لما الكره لعيبه النادي الاهلي بيستلموها بيرجعها تاني؟ فالنهارده الحمد لله من التشكيله واضح ان عندنا حمدي فتحي عنده المهاره دي، عنده مهاره التسليم والتسلم، عنده مهاره البساطه اللي فيها البساطه البينيه، البساطه العرضيه، البساطه الطوليه، السليه نفس الكلام، عنده النزعة الهجوميه، بيقدر يكمل مع لعيبه نص الملعب. وده كل اللي نتمناه اسلام النهارده، ان احنا عايزين الكثافه العدديه اللي انت اتكلمت عليها والزياده العدديه، يبقى عندنا اكتر من 3 4 لعيبه موجودين داخل ال 18 وخارج ال 18، عندنا تامين دفاعي كمان في اجاده التصويبات اللي من خارج ال 18 كمان عايزين نتكلم عليها، لان الراجل كمان يمكن في وحدات التدريبيه في اليومين اللي فاتوا اكد على التصويبات من خارج ال 18 وقال لك ان ده سلاح مهم جدا في المباريات اللي بيحصل فيها تكتل دفاعي بهذا الشكل. كابتن بلال، الكثافه الهجوميه اللي بيتكلم عنها كابتن ماهر كيف تحدث في مثل هذه المباريات في كور عرضيه في كور ثابته؟ يعني كلمنا برضو عن الكثافه الهجوميه في مثل هذه المباريات الصعبه. شوف، مهم جدا الثلاثي اللي موجود في الخط الهجومي، حسين الشحات وناصر ماهر ورمضان صبحي، تواجدهم في ال 18. يمكن انا بشوف رمضان صبحي اوقات كتيره جدا بيتواجد في ال 18 بس لما تكون الكوره معاه، يعني الكوره معاه ويروغ ويلعب بيها مثلا الدبل باص او يروح واحد على واحد، بيخش ال 18 في الحته دي. نعم. لكن مهم جدا في الكرات العرضيه اللي بتتلعب من ناحيه الشمال انه يكون موجود رمضان صبحي جوه ال 18، عنده قامه طويله، لعيب كويس، امكانياته كبيره، مهاراته الفرديه عاليه جدا، مهم التواجد ده جوه ال 18 في الكرات العرضيه. النادي الاهلي بطبيعته والانديه الكبيره بطبيعتها بتشتغل الشغل الهجومي بتاعها، معظم الشغل بيبقى من على اطراف الملعب، من الاثنين للطرفين الباكين، هم بيتقدموا وبيعملوا الكورسات العرضيه. فانت وانت بتشتغل على الكورسات العرضيه
بيبقى مهم قوي التواجد جوه ال 18، مهم تواجد الشحات جوه ال 18. يعني احنا ما بنشوفش الشحات كتيره جوه ال 18 غير في الكرات العكسيه بس، انما في العرضيات ما شفناهوش كتير. ناصر ماهر برضو مهم التواجد بتاعه، حتى للسكند بول ممكن ما تاخدش الكره رقم واحد، الكره رقم اثنين وهي نازله، اللي هي نازله دي مهمه جدا، يبقى عندك تواجد. ولو نفتكر تكمله ناصر ماهر في مباراه فيتا كلاب بالظبط، لما اول ما اتلعبت من محمد هاني لورا، هو جاي من ورا شايف الجون كله قدامه، قام حاططها بطن رجله بالراحه وخد بالك، وعملها برضو في مباراه افريقيا برضو اللي كانت هنا في استاد برج العرب، لما تردت من اثيوبيا، فرقة اثيوبيا مظبوط، لما جت من العارضه وقدر انه لما دخل ال 18 قدر يسجل هدف. فمهم التواجد الثلاثي ده بالاضافه لجونر اجي، هو ده اللي هيديك كثافه عدديه، هو ده اللي هيخليك تبقى مشاغب جوه ال 18، هو ده اللي هيخليك لك تواجد كبير جوه ال 18. حاجه مهمه جدا لازم يعملها النادي الاهلي مع الفرق اللي بتلعب زون ديفنس، الضغط من نص ملعبه، ما تديش مساحه لفرقه المقص ان هي تباصي كوره، تحضر بشكل كبير، الضغط بيقربك من الجول، بيخليه يغلط بشكل كبير يا كابتن. هم فرقه كوره، مش فرقه عشوائيات، ما بيشتتوش. فالنهارده لما بتلعب قدام فرقه كوره وتضغط عليها من نص ملعبها وتغلطها، هتبقى انت قريب جدا للجول مع المهارات اللي موجوده عندك، تقدر تروح اكتر من مره للهدف. انما لو سبتهم يحضروا وابتديت توسع المساحات، هتبقى صعب عليك جدا يا كابتن. طبعا عندهم سرعات للكثافه العدديه كمان اللي موجوده والسرعات اللي موجوده عند فرقه المقص. هنتكلم عن اهم الاوراق الرابحه سواء للنادي الاهلي او لنادي مصر المقصه، سواء موجودين بقى في الملعب او من خارج الملعب، لان احتياطي النادي الاهلي النهارده شريف اكرامي، محمود وحيد، اسلام محارب، احمد حمودي، احمد علاء، صالح جمعه. خدت تحيه خاصه من كل جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في ملعب المباراه، وايضا ميدو جابر. اما بدلاء فريق مصر المقاصه كوكو وعاصم سعيد وهاني سعيد وباول فوافي ومروان حمدي واسامه جلال. هنتكلم عن اهم الاوراق الرابحه سواء للنادي الاهلي او لنادي مصر المقاصه اللي موجودين والاحتياطي، ولكن نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. يعني اهم الاوراق الرابحه كابتن ماهر في النادي الاهلي في ال11 اللي بيلعبوا الاول، يعني احنا بالنسبه لنا اذا بصينا كده على، ما تقوليش ال11 بس، لا الجمل التكتيكيه اللي بنشتغل عليها مستر لاسارتي اللي بتمثل خطوره على الخصم، هنلاقي من ناحيه الطرف الشمال عندنا علي معلول ورمضان صبحي، واحنا قلنا شفنا يمكن في معظم المباريات الاخيره واضح قوي ان في تفاهم بشكل كبير جدا بين الاثنين. اسمين، انا عايز اسمين. عايز اثنين؟ اثنين اسمين. هيبقى القوه الهجوميه بالنسبه لنا اجاي وانا شايف رمضان صبحي. رمضان صبحي. كابتن حشيش الناحيه الثانيه بقى في مصر المقاصه. طبعا بيكلي. بيكلي بالنسبه لك واحد. بالنسبه لي، وده ياكد الكلام اللي لسه كنا بنتكلم عليه من شويه، ان مش شرط ان الوافد الجديد يقعد شويه لغايه ما ينسجم. احنا شفناه نزل اول ماتش الماتش اللي فات وكان هايل، كانه بقى له فتره كبيره بيلعب مع الفرقه وجاب جول. صح. فده بياكد الكلام ان اللعيب الكوره بيتاقلم على طول مع اي مجموعه. انت ما رحتش دوري تاني برضو يا كابتن؟ هو نفس الدوري. هو نفس الدوري. يعني وجاي بتلعب يعني. لا هي خلي بالك مدارس الناس تقول لك لا انا استنى ما انسجم وبتاع. لا خده 10 في 5. بس انا ليه رايي في الحته دي؟ لعيب اشتريته في نص السيزون لازم يلعب على طول. لازم يلعب على طول. يعني ايا كان ممكن يبتدي حتى من بدايه المباراه، يعني ممكن من اول مباراه يبتدي كمان، مش لازم يلعب احتياطي كده. طبعا هي طبعا حته الخطوره، يعني شميلس بيكلي بالنسبه لك ومين تاني؟ وعاشور طبعا بخبراته، وعارف الاثنين دول فعلا فريقين كتير، وعاشور بيعيش ازهى اوقاته الفتره الاخيره دي، بيلعب كويس قوي وماشي ماشي كويس. كابتن بلال الناحيه الثانيه بقى الاحتياطي في النادي الاهلي، لو الدنيا فضلت مزنقه ممكن مين اللي ينزل؟ بص النادي الاهلي يمكن احنا برضو عندنا ازمه في موضوع المهاجمين، يعني ما زلنا بس لكن على البدايه الى الان، انا بقول الى الان يعني الى لحد الماتش بتاع النهارده عندنا ازمه. بص في يعني انا بشوف ان اسلام محارب من اللعيبه اللي لما بتنزل بيبقى ليها دور افضل من ان هو بيبدا المباراه. يعني انا بشوف كده من وجهه نظري، يعني يعني خلاص هو متابع جيد، خد بالك للمباراه من بره، في لعيبه كده، في لعيبه تركز جدا وهي قاعده بره، صح، بيشوف الاخطاء فينا. صحيح. كابتن هلعب ازاي، هشتغل ازاي، هستخدم السرعه، هستخدم المهاره، هتحرك باني شكل. هو من اللعيبه اللي بتعرف تعمل الحته دي بشكل كويس قوي. اسلام محارب لعيب كويس طبعا، اتمنى النهارده يمكن صالح جمعه يكون له دور موجود النهارده. الناس كلها مستنيه تشوف صالح هيعمل. اتمنى وانا أتمنى كمان عايزه يبقى، يعني مش عارف هتيجي ازاي، بس في وجود ناصر ماهر في الملعب الاثنين يكونوا في الملعب ده كده هتغير طريقه لعب. ممكن ان انت الاثنين ما بيلعبوش على الطرف، خلي بالك، يعني الاثنين بيلعبوا اكتر 10 اللي هو يعني تحت راس حربه اللي هي عمق الملعب الهجومي، ولكن لتحت شويه. ممكن تحتاج في وقت من الاوقات على حسب سير الماتش، بس حضرتك بتتكلم ان اثنين
يكون في اثنين بيستحوذوا على الكره كويس قوي، اثنين بلاي ميكرز، بس ساعتها هتفرق. لازم تحط لهم برضه وينجين صح، يعني لازم هتحط اكتر، ده لو انت مثلا لا قدر الله مغلوب ولا حاجه ممكن تعمل كده وتحط وينجين بقى انت عندك وتعمل. انت عندك لو ممكن تفتكر ماتش الاتحاد اللي ما كنا مغلوبين 2-0 وجوزيه قام جاي ملاعب مصر كلها والله كان اثنين حتى انا وشادي اللي واقفين ورا ده وبقيه الفرقه كلها قدام، بقيه الفرقه كلها بتاعتك. انت عندك اسلام ممكن يعني في الحاله دي تخلي معلول بقى ناحيه الشمال انطلاقاته بقى من 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 قدام، بس مش بتاع الفريق يعني، ما هو فريق جيد وعنده الهجمات المرتده على حسب ظروف المباراه. الناحيه الثانيه اسلام بقى باولو مفوافي طبعا ومروان حمدي، هم دول الاثنين اللي ممكن او يعول عليهم كابتن طلعت النهارده، لان باولو عنده سرعات وعنده مهاره تمام ممكن يستخدمه، وفي محمد رمضان برضو محمد رمضان مهم طبعا محمد رمضان هو غياب انطويا يا كابتن مارت تفتكر هيفرق مع نادي مصر بالظبط زي ما احنا كان عندنا غيابات في حته راس الحربه، هم برضك بيعانوا من المشكله دي بشكل كبير وخلت الكابتن طلعت يوسف يبدا يفكر في بيكلي قدام ولا عاشور قدام، يعني برضك ما عندهمش استقرار في الجزئيه دي. جون انطوي الفتره اللي فاتت من هدافين الدوري طبعا بشكل جيد وبقاله سنتين موجود مع المقصه، يعني ممتعنا بصراحه اهدافه كلها بضربه راس تصويبات حاجات مرتده حاجات بنقد عليها متابعه، الكلام ده كله يا اسلام لازم يبقى من خلاله تامين بقى تامين دفاعي، يمكن دي برضك من ضمن الحاجات اللي لازم نذكرها خلال برنامجنا، ان النادي الاهلي مستر لاسارتي خلال تدريبات اليومين اللي فاتوا اشتغل على بعض الجمل التكتيكيه كابتن الدفاعيه. كابتن مالي بيقفلنا يا جماعه بيروح يتفرج على التمرين بقى ماشي اتفضل يا فمهم جدا انك انت كمان يعني الحاجات الخاصه الدفاعيه راجع عليها بشكل جيد، اذا كانت الكورسات العرضيه ازاي نتعامل معاها، الرقابه تشتيت المال التوازن قلب الدفاع هيراقب ازاي، زي ما حشيش قال محتاجين كمان حته الرقابه النهارده بشكل جيد. كل ما يبقى عندك تامين دفاعي بشكل جيد يبقى انت عندك فرصه انك انت تحرز هدف وتكسب المباراه من خلال اي وقت دي او اي دقيقه من خلال ال 90 دقيقه. تمام كابتن، ممكن تبقى مقصوده على فكره حته انطوي ان هو يبقى مش موجود. ما هو مقصوده ليه؟ عارف مقصوده ليه؟ انا اعتقد يعني ان الزمالك اسف المقصه عنده ثلاث ماتشات ورا بعض الزمالك والاسماعيلي ودجله ورا بعض. تمام وجون انطوي بقى له شهر ونص مصاب او شهر مصاب هو قال لك النهارده ما خاطرش بيه قوي عشان هو يبقى واخد مساحته كلها، ما دي مدرسه وبعدين في مدرسه ثانيه واحد في نفس الوقت يا اسلام بتبقى اصعب، يعني انا متاكد ان الكابتن طلعت قاصد الحته دي طبعا بيكلي وعاشور على اساس ان اسهل حاجه بالنسبه للمدافعين يا كابتن ماهر بلال ان مع قدامي راس حربه بتحرك هتبقى اسهل لهم، خصوصا ان حضرتك بتقول احنا عندنا الحته دي فيها دي لازم ياخدوا بالهم، فالتبادل ما بين الاثنين دول في الحته دي ممكن هو اللي يفرق النهارده. كمان هو حتى باولو مفافي بره على دكه البداء لعيب عنده سرعه عنده مفاجاه دي برضه خد بالك ده واضح، خد بالك الكابتن طلع انا عايز اقول لك ده واضح ان في استراتيجيه يعني هو بيشتغل عليها صحيح. وعايز يقفل بشكل كويس على النادي الاهلي ونص الملعب، لان في لعيبه كمان هتتعب في الناحيه الهجوميه، خد بالك انت لما بتلعب زون ديفنس اكتر ناس بتتعب في الحته دي هم اللعيبه اللي بتلعب على طرف الملعب المهاجمين، السبرنتات اللي بتتعمل طول ال 45 دقيقه او 90 تبقى كتير جدا يا اسلام، النهارده بيبقى مهم جدا لعيب عندي يبقى بره يعمل لي النقله الفارق النهارده هقفل بشكل كويس هحاول امتلك الكوره هحاول العب على السرعات اللي موجوده قدامي. طب الشوط الثاني لما المعدل البدني ينزل النهارده في عندي لعيب اسمه باولو مفوافي لعيب عنده سرعه وعنده مهاره هو ده اللي يقدر يغير لي الحته اللعيبه الاساسيه اللي كانت بتلعب المباراه السابقه النهارده ده هي استراتيجيه زي ما انت بتقول يا بلال، هو عايز يتقل الدكه بتاعته تحسبا ان هو اعتقد ان هو برضه عامل سيناريو للمباراه الشوط الاولاني يطلع استراتيجيه بالظبط هو يلعب بشكل شغال عليها عشان الشوط الاولاني درومر اكتر من مباراتين كابتن طلعت وناجح فيها بشكل جيد فيكمل فواضح قوي في غياب انطوي كمان يقول لك خلي الدنيا ياخد وقته يكمل وعنده دكه في الشوط الثاني بقى ناس تنزل سرعات ناس فايقه ممكن تعمل فرق. بلال عشان فاضل لنا خمس دقايق عايزين ناخد من كل واحد كلمه، لكن عايز اسالك عن هل الشحات هتفرق معاه ان هو بيلعب مصر المقصه حسين الشحات يعني او محمود وحيد او ميدو جابر اي حد فيهم؟ بص حسين الشحات ممكن تفرق معاه يعني برضه راجع ودي فرقته اللي كان بيلعب قدامها، خد بالك هو بيبقى عارف اللعيبه بشكل كويس قوي عارف نقاط الضعف والقوه عند مين ايجابيا يعني. طبعا عارف ده ضعفه ايه نقاط القوه عنده ايه لعب معاه في التمرين، حته الرهبه مش موجوده حته القلق برضه مش موجوده، لما بتلعب على لعيب جديد برضه يا اسلام بتبقى انت برضه مش قادر كويس بالظبط عايز بتاخد لك 10 دقايق تلت ساعه عشان تعرف ده سريع بطيء قوي مهاري بيتحرك ذكي
في الملعب ولا لا. اللعيبه اللي بتاعت مصر المقاصه اعتقد الشحات عارفهم كلهم واحد واحد، عارف امكانياتهم ايه، اذكياء في الملعب ولا طريقتهم ايه، بيدافعوا بأنهي شكل، نقاط الضعف اللي موجوده عندهم، نقاط القوه اللي موجوده. فلا يفرق معانا النهارده طبعا مباراه مصر المقاصه النهارده، وبقيه اللاعبين محمود وحيد و خلاص هم خلاص خلاص هم يعني لعبوا النهارده يعني. لا يلعب فيهم يعني ممكن تفرق معاه، لكن ميدو جابر بقاله كتير يعني بيلعب قدام المقاصه مع الاهلي فما تفرقش كتير. الشحات برده هتفرق معاه حاجه بفضل. ان نفس الوضع زي ما انت بتقول، هو عارفهم، هم عارفينه كويس قوي، يعني انا مش عايزه يستسلم ان هو يلعب على الخط، خطرته برضه اما بيدخل لجوه يروح للجون للقلب، يروح للجون على طول، هو عنده الحته دي بسرعته بيرقص كويس وبيروح، انما هيفضل ماسك في الخط دي هو ورمضان، دي اللي هتعمل مشكله. فانا اعتقد النهارده ان ممكن يكون المدير الفني للاهلي مديله حريه الحركه في الحته دي، لان الشحات بالتحديد لما بيدخل لجوه بيبقى عنده يعني افضليه أيه. كبيره قوي. كابتن احمد عادل عبد المنعم واحد من الحراس المميزين في النادي الاهلي، ولكن انتقل لمصر المقاصه، الحقيقه عامل معاهم مباريات جيده جدا وفارق مع مصر المقاصه بشكل كبير جدا برضه، هل هيفرق معاه؟ طبعا احمد عادل الفتره اللي فاتت ديت بعد رحيله من النادي الاهلي بيشتغل مع المقاصه، مديهم ثقه بشكل جيد، واختيارهم كان لاحمد في توقيت مناسب. يهمه طبعا النهارده انه يظهر بشكل جيد، لان انت عارف يا كابتن اسلام الناس بتروح وبتيجي، يعني النهارده احمد عادل لما يعمل مباراه جيده قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي يبدا يفكر في اللعيبه اللي لعبته المعاره او اللي استغنى عنها قبل كده، ممكن يرجعوا يرجعوا مره ثانيه يعني. نعم. احمد عادل اكيد طبعا يهمه جدا انه يعمل مباراه ايجابيه ومباراه جيده قدام النادي الاهلي، وهو فورمه كويسه يعني. فانا شايف ان المباراه النهارده باذن الله يعني طليق لفرقتين ان هم يقدموا لنا مباراه قويه، طليق بالمركز الثالث والمركز الخامس. نتمنى انها تكون مباراه من ضمن المباريات المميزه اللي بيأديها المقصه قدام النادي الاهلي واللي بيأديها النادي الاهلي قدام المقصه. كابتن حشيش اخيرا كلمه بتقولها قبل بدايه المباراه او توقعك لهذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله تكون قويه من الفرقتين، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يحسم المباراه لصالحه، لان مفيش رفاهيه فقد النقاط دلوقتي عند النادي الاهلي. ان شاء الله في مباريات معينه في جدول الدوري بتبقى محطه اساسيه نحو البطوله، دي المباراه دي من المباريات دي، فان شاء الله باذن الله يعني النادي الاهلي يكون كل لعيبه في حالتهم، ودي اهم حاجه اكتر من الكلام بتاعنا، ان يكون كل لعيب في حالته الكويسه، ان شاء الله باذن الله يعمل الفارق، وان شاء الله باذن الله يكون مكسب للنادي الاهلي. كابتن بلال، اتمنى فوز النادي الاهلي طبعا النهارده في المباراه. خد بالك انت لما بتكسب يعني بتعمل ضغط على الفرق اللي بتلعب بعديك، النهارده الزمالك بيلعب بعد النادي الاهلي، لما تكسب هو بيلعب فريق برده كبير، مهم جدا انك تكسب عشان تعمل ضغط دايما على الفرق اللي بعديك، عشان برده حته كل ما انت بتكسب كل ما هو بيبقى قلقان شويه، بيبقى متوتر، بيبقى عايز يكسب، فدي فرصه بالنسبه لنا جيده جدا انك تكسب برده فرقه زي المقصه دي. برده خد بالك الفرقه اللي بتجيلك بعد كده بتبقى قلقانه منك شويه، عكس لما قدر الله بتتعادل او بتتهزم بتكون الفرقه اللي جايه برده طمعانه في بونت، طمعانه ان هي تعمل معاك ماتش كويس. الضغط النهارده مهم جدا، المكسب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، واتوقع الاهلي ان شاء الله يكسب النهارده باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بعد المباراه، بعد مباراه النادي الاهلي ونادي مصر المقاصه اللي هتبدا بعد قليل، روحوا اتفرجوا بقى على المباراه، وان شاء الله نتقابل مع حضراتكم بعد نهايه المباراه في ملعب الاهلي وكواليس حصريه خاصه بنا هنا في ملعب الاهلي. هسيب حضراتكم مع تقرير عن الاوراق الرابحه سواء في النادي الاهلي او في مصر المقاصه، وبعد كده هنستقبل بقى حضراتكم مره اخرى او هنقابل حضراتكم مرة أخرى بعد نهاية المباراة في ملعب الأهلي.